صباح الفل على كل حضراتكم سيدات والسادة مشاهدينا في كل مكان في العالم، واهلا بيكم جميعا وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الاهلي. كنا اكيد حابين جدا نستهلها ونبتديها مع حضراتكم بجملة نهاوند الشهيرة صباح النصر، بس يعني هنقول مفيش نصيب وهنقول ان هي مؤجلة لما بعد يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله، على امل ان احنا ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي ما نشوفش اللي شفناه امبارح ونشوف اللي ما شفناهوش امبارح على كل الاصعده، على صعيد الشكل العام وعلى صعيد الاداء العام وعلى صعيد الفاعليه وعلى صعيد التغييرات وعلى صعيد حاجات كتير قوي شكلت تحفظات لدى كل الناس اللي تابعت ماتش امبارح. بطبيعه الحال اكيد هنتكلم مع حضراتكم كل هذه التفاصيل في حلقتنا النهارده. صباح الفل عليكم. صباح الفل عليك يا نهاوند. حاول صباح الخير فعلا يعني ان شاء الله يعني، لكن طبعا مش هنقدر نقول صباح النصر لان احنا ما كناش متوقعين بصراحه. يعني سيبك من النتيجه، انا بتكلم دايما على الاداء. انا بالنسبه لي الاداء يفرق معايا بشكل كبير جدا، لازم اشوف ان اللي قدامي بيعمل افضل ما عنده، مش مهم خالص النتيجه. لكن بالوضع اللي احنا شفناه لا طبعا في مشاكل عديده هنتكلم على اساسها. على الجانب الاخر ممكن حد يجي يقول لك خلاص يعني مباراه وعدت، وعلى فكره كان في لهجه غريبه جدا بالامس انا ما عجبتنيش لما طلع بعض الاشخاص على تويتر وغيره يتكلموا، بعض المنابر الاعلاميه طبعا المحترمه، يقول لك ده كويس ان الاهلي ما يعني للاسف ما حصلش فيه اكتر من جول واحد، يعني لك اللي كان متوقع 2-3 وخساره بارقام او خساره بهاي سكور. طبعا ده كله كلام يعني مش عارفه على اي اساس، برضو سيبك من التاريخ بتاع سان داونز والاهلي وان اصل اخر مره انت خسرت منهم بهاي سكور، الكلام ده كله يعني مش في لغه كره القدم. مفيش حاجه حد يفهم كره قدم يتكلم بالطريقه دي، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها اصل هو الموسم اللي فات كسبني كذا فالموسم ده هيكسبني كذا، مفيش حاجه ابدا اسمها كده. فالكلام ده طبعا ما كانش مفروض ان هو يتقال، وحتى لو يتقال كلام لا يمت تماما على ثقافه كرويه، ده رقم واحد. الحاجه الثانيه لما نيجي نتكلم بقى عن النادي الاهلي شويه، احنا كنا بنقول والكلام ده هنعيده تاني، انا كنت شايفه كريم بصراحه حتى وان كانت مباراه الذهاب على ارض المنافس وكان وقتها مش افضل شيء تماما وفي عوامل كثيره جدا ادت لهذه النتيجه او كانت ممكن تؤدي لهذه النتيجه، لكن المباراه دي كانت بالنسبه لي هتبقى اسهل جدا من مباراه الاياب. ليه؟ لأسباب برضو تانية. مباراة الذهاب يا كريم وإن كانت على أرض المنافس لكن أنت كان عندك فرصة أن أنت تلعب إلى حد كبير جيم مفتوح. اللي حصل أن أنا ما شفتش جيم مفتوح، أنا شفت جيم في ديفنس أكتر، الديفنس كان بشكل كمان ملحوظ جدا، وانت ما كنتش يا كريم بتلعب علشان تفوز، انت كنت بتلعب علشان تحافظ على شباكك، هي دي النقطه. طيب تعال نشوف اللعب هنا او المتوقع اللعب هنا على ارضك يوم الاربعاء وسط جماهيرك واجواء افضل وجو افضل وكل الكلام ده، اكيد هتبقى لاعب اريحيه اكبر واكيد هتبقى عامل جيم مفتوح، وبالتالي الخطوره عليك هتبقى متزايده، وفرصة ان المنافس يكون بيهاجم برضو معاك وان هو يبقى فيه فرص لاحراز اهداف. وعلى فكرة سان داونز لا بيفرق مع ارضه من ارض المنافس، لو حضراتكم رجعتوا شوية لسان داونز ما يفرقش معاك الكلام ده خالص، لعب واحد. فانا متوقعة جدا ان سان داونز هيجي وهيبقى عايز يفوز على ارضك وسط جماهيرك في كل الاجواء بتاعتك، مش فارق معاه خالص. فانت بالتالي لازم هتلعب بقى، هي دي النقطة. طب أنا هدافع برضو على أرضي شكلها مش هيبقى حلو، مش هو ده النادي الأهلي، ولا أنا هلعب جيم مفتوح ففرص أن أنا يتم إحراز فيه أهداف تبقى أكبر. فاهم قصدي؟ يعني المباراة فعلا هتبقى أصعب بكتير. للي فاكر أن يوم الأربعاء هتبقى مباراة سهلة، لا معلش المباراة تبقى أصعب بكتير. فإحنا كنا نتمنى أن إحنا يعني على الأقل نتعادل في مباراة الذهاب، ده اللي إحنا قلنا على الأقل. على كل حال طبعا هنخش في تفاصيل وهنخش في كواليس وهنخش في فنيات وهنخش في الكلام ده كله وهنخش في التغييرات اللي حصلت، البعض قال لك برضو عليه علامات استفهام الى حد ما، هنخش في كل الكلام ده طبعا على مدار الحلقه. لكن كان الواحد لازم يتكلم لان لازم يبقى فيه مصداقيه برضو. لما بنلعب حلو بنقول، لما بنقصر بنقول، لما بيبقى فيه ديسابوينتمنت بنقول، او يعني كل ده لازم نتكلم فيه بصراحه مع حضراتكم. على كل حال هو على صعيد ان الماتش هيبقى صعب مفيش ذره شك في هذا الامر، وان جيتي للحق احنا الى حد كبير اللي حطينا نفسنا في الموقف ده بالزبط. كان ممكن تبقى الامور اسهل من كده بكتير لو كنا شفنا اداء غير اللي كنا شفناه في ماتش امبارح. فكره ان احنا نقارن في التاريخ بين الاهلي وسان داونز، زي ما كنا بنتكلم في حلقه امبارح لو تفتكري، قلنا ان في بعض الاوقات بيبقى الحسابات بتاعت الورقه والقلم بتقول ان انت كفه فريقك اتقل بكتير واجسم بكتير، فبالتالي هي الركحه. لكن وده اللي دايما بيحصل مع سان داونز بصفه خاصه وبالذات في اخر كام سنه، في الفتره الاخيره بيبقى في تحجير كده دايما شبه ثابت معانا راكور في كل الماتشات اللي بتجمعنا بيهم. لكن الحقيقه ماتش امبارح الى حد بعيد يا نهاوند
فعلا كويس ان الامور انتهت بيه يعني، او الماتش خلص بنتيجه 1-0. بس لو اخذت في الاعتبار كميه الفرص اللي ضاعت، لو اخذت في الاعتبار الفرص اللي شالها الشناوي، الحاجات اللي راحت جنب العرض، يعني احنا تاني نرجع ونقول احنا الى حد كبير جدا اللي حطينا نفسنا في الوضع ده. طيب الحلول ايه؟ الاقتراحات ايه؟ اكيد زي ما نهاوند بتقول لكم احنا في سياق حلقتنا النهارده اكيد هنتكلم مع حضراتكم في كل هذه الامور. بالمناسبه الساعه الثانيه كالعاده هيكون عندنا فيها فقرتين حواريتين، الفقره الاولى اكيد هتتضمن حديث عن موضوع تاني غير كره القدم زي ما احنا عاده بنعمل. احنا النهارده في الجزء الاول او في الفقره الحواريه الاولى هنتكلم ونلقي الضوء على انشطه اتحاد الالعاب الترفيهيه، دي نقطة. الفقرة الثانية هتكون فقرة كروية بحتة بطبيعة الحال، ودي أكيد الفقرة اللي هنتكلم فيها وهنحلل فيها مباراة الأهلي وسان داونز بالأمس والمباراة المرتقبة والمتوقعة إن شاء الله يوم الأربعاء الجاي، والتوقعات فيها هتكون واصلة لفين. ده هيدي الفقرة اللي هينورنا فيها الأستاذ الناقد الرياضي الأستاذ شادي محمد. عايزين بس في بداية الحلقة وقبل ما ندخل بقى مع حضراتكم في التفاصيل، عندنا تهنئة لازم نتوجه بيها لكابتن محمود الخطيب، ولازم نقول له كل سنة وأنت طيب بمناسبة عيد ميلاده، وربنا يوفقك في كل خطواتك وفي كل أحلامك اللي بتحلمها لجماهير النادي الأهلي، ويمن عليك بالشفاء وبالعافية دايما. إحنا بنتكلم على أيقونة في الرياضة وأيقونة للأخلاق وأيقونة للتاريخ المشرف كما ينبغي أن يكون. يعني طبعا كل سنة وكابتن خطيب بخير، كل سنة والعطاء مستمر سواء في الملاعب طبعا عن طريق لاعب من أفضل كمان اللاعبين المصريين، مش هقول بس الأهلوية، لا اللاعبين في مصر حقيقي. كان فترة وإن كنا احنا وقتها يعني صغيرين جدا وفي منا ما كانش اتولد، بس فكرة إن أنت تسمع عن لاعب اسمه محمود الخطيب وغيره طبعا أو أمثاله من اللاعبين اللي لهم قيمة كبيرة جدا، وبعد كده تشوف هذا الرجل برضو ان العطاء، وقلنا عطاء النادي الاهلي او عطاء الكوادر الموجوده في النادي الاهلي لا ينتهي سواء في الملاعب او بعد كده، وده اللي حاصل فعلا. وميزه كابتن محمود الخطيب يا كريم، بغض النظر طبعا يعني رئيس النادي الاهلي وغيره، انا بتكلم على شخصه، هذا الرجل الناس بتعشقه في جميع انحاء الدول العربيه تقريبا. يعني انا بكلم حضراتكم بجد، احنا لما بنسافر حته وبيعرفوا احنا مثلا مذيعين في قناه النادي الاهلي، او حد بيتعرف علينا، او حتى بيعرفوا ان احنا مصريين، صدقوني ده دايما بيتقال، النادي الاهلي بيتم ذكره وكابتن محمود الخطيب. انا بقول لحضراتكم وممكن احلف عادي، يعني حقيقه ده بيحصل. فغير ان اي زياره من اي وفد مثلا عربي او غيره، حتى الانديه المنافسه لما بتيجي عندك بتيجي وبتحب تتصور مع كابتن محمود وتزور النادي الاهلي ودولاب البطولات، وعرضنا ده اكتر من مره عشان بس ما يبقاش كلام طالعين بنبالغ او بنشكر في نفسنا، الكلام ده على الارض على ارض الواقع زعناه. فهي شخصيه وان كانت ناجحه جدا في المجال بتاعها، لكن على المستوى الانساني كمان شخصيه محترمه جدا ومحبوبه جدا. وفكره ان انت تبقى كمان الجماهير المنافسه بتاعتك وحتى جماهير النادي المنافس الاول ليك رياضيا طبعا بيحبوا منهم كتير كابتن محمود الخطيب، لا دي ما بتحصلش. يعني قول لي فين حصل قبل كده في مصر، هتكلم في مصر بلاش نروح عالميا، حد جه قال لك انا بنتمي للنادي الفلاني بس بحب جدا فلان، لا. وان كان ما بيحبوش بيحترموا، وهنا الشخصية هي اللي بتفرض ده، الشخصية المحترمة هي اللي بتفرض ده. على فكرة مش لازم تحبني بس لازم هتحترمني، هي دي النقطة، وده متوفر عند كابتن محمود الخطيب والاتنين بصراحة الصفتين. فمزيد من النجاح وربنا طبعا يشفيك. الفترة الأخيرة كنا قلنا لحضراتكم كان في يعني بعض المشاكل الصحية عند كابتن خطيب، لكن الحمد لله بيتعافى والحمد لله الدنيا بتظبط، وإن شاء الله كمان يكون أفضل في الفترة اللي جاية من اللي فاتت. لكن هنرجع نقول تاني، إحنا فخورين برئيس النادي الأهلي، وأنا بقولها من قلبي، ومعروف عني إن أنا لا بطلع أجامل ولا بطلع أقول حاجة أنا مش حاسه بيها لا في حياتي العاديه ولا على الشاشه. فخورين بهذا الرجل، هذا الكادر المحترم ان هو رئيس النادي الاهلي. فمزيد من التالق والنجاحات كابتن خطيب. ولو انت تشوف اصلا كم التهاني اللي موجود طبعاً على السوشيال ميديا كلها، انا شفت على تويتر تحديدا يعني، لا فده اكيد بيعبر عن او بيعكس اللي انا بتكلم فيه مع حضراتكم دلوقتي. احنا الحقيقه لو فتحنا في الكلام عن كابتن محمود الخطيب يعني اخلاقيا ورياضيا وكينونته كايقونه فعلا لناس كتير، اكيد محتاجين على الاقل الحلقه من بابها، لكن احنا بنكتفي بس بالتهنئه كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه، وربنا ان شاء الله يمن عليك بالشفاء العاجل باذن الرحمن. تعالوا بقى نرجع للمنغصات اللي ساعات بتطاردنا غصب عننا. رجعتنا تاني ليه؟ فكينا دقيقه. هقول لك على حاجه حلوه، تعالي النهارده نخلي اخر يوم نتكلم فيه عن ماتش امبارح ونبتدي بعد كده نتكلم بشكل تحفيزي اكتر عن ماتش يوم الاربعاء، لكن بطبيعه الحال عشان يبقى في دروس مستفاده لازم نرجع للاصل للي حصل.
حصل. كلنا تابعنا طبعا ماتش امبارح، مباراه الذهاب في الدور نصف النهائي من دوري السوبر الافريقي امام سان داونز على ملعبه ووسط جماهيره. طبعا دي المباراه اللي انتهت بخسارتنا بهدف دون رد تم تسجيله في بدايه شوط المباراه الثاني. تعالوا نتكلم بكل وضوح، يعني زي ما كنت بتكلم من شويه مع هواند بقول لها ان احنا من زاويه معينه لرؤيه الامور لا نقدر نقول ان احنا خرجنا باقل الخسائر. وخليني اقول ده عشان احنا النهارده تاني هنرجع وناكد، هنبتدي ابتداء من النهارده ان شاء الله نتكلم بشكل تحفيزي اكبر عن ماتش العوده اللي هيكون كمان 48 ساعه في استاد القاهره يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله. طبعا الشوط الاول احنا لعبنا بحذر دفاعي يراه البعض مبالغ فيه حبتين، لان كولر كان حابب ان هو يحافظ على نظافه شباكه ويخرج بنتيجه الشوط الاول يعني لبر الامان بقدر المستطاع، وحاول على قد ما يقدر ان هو يعتمد على كرات مرتده. وكان عندنا فرصه واثنين في الشوط الاول، يعني منها تسديده محمد مجدي قفشه، وبرده يعني في حاجات كتير ممكن تتقال. وبالمناسبه كولر شخصيا كان ليه قول عقب انتهاء المباراه في المؤتمر الصحفي، تعالوا ناخد فكره كده مبدئيه عن جانب من تصريحاته ونرجع نكمل. عملنا شغل دفاعي كويس جدا في الشوط الاولاني، قفلنا كل المساحات، ما سمحناش ليهم خالص بالتقدم او تشكيل اي خطوره. اللي كان ناقصنا شويه في الشوط الاولاني كان الهدوء والكره معانا، او ان احنا ننقل الكره ونشتغل شغل هجومي اكتر شويه. اتكلمت مع اللعيبه بين الشوطين في ده، للاسف دخلنا الشوط الثاني دخل فينا جون بدري بغلطه مننا، ما كانتش المنافس هو اللي عملها، لكن غلطه مننا احنا بميس باص ملوش اي داعي في وسط الملعب، تسبب في جون ملوش داعي من وجهه نظري خالص. بعد الجون ده الماتش كان سجال بين الفرقتين، اعتقد ان احنا كان لينا ضربه جزاء واضحه في اواخر المباراه. انا مش عارف الحكام في افريقيا ليه ما بتروحش للفار، ليه ما بتبصش على الفار، ليه ما بتبصش على اللقطات اللي فيها شك. الكره كانت واضحه جدا بالنسبه لي، حتى لو مش كانت واضحه كان لازم فيها شك، كان لازم يروح يبص عليها. دي حاجه من الحاجات اللي انا لغز بالنسبه لي في افريقيا، انا ما حدش بيروح يبص على الفار في الكور اللي زي دي اللي من وجهه نظري كانت واضحه جدا. Ja, es ist klar, dass wir da noch Chancen haben und wir werden natürlich auch alles dafür zu tun. Ist richtig, dass 1-0, also ich bin sicher, dass wir auch in Kairo Tor schießen können. Und dementsprechend werden wir uns vorbereiten. Es ist ja nicht viel Zeit, es sind ja nur da die zwei Tage dazwischen. Und jetzt ist wichtig natürlich auch Regeneration, aber dann fürs Rückspiel bin ich überzeugt. Ich hoffe, das Stadion wird gut besetzt sein und die Fans werden uns tatkräftig unterstützen. احنا طبعا عندنا لسه حظوظنا لسه موجوده، ان شاء الله هنعمل كل ما في وسعنا ان احنا ان شاء الله في ماتش العوده ان احنا نكسب. انا متاكد ان احنا هنجيب اجوان في القاهره ان شاء الله. هنعمل كل حاجه، عندنا يومين بس للاسف بين الماتشين، ده وقت قصير جدا، لكن هنحاول نحضر الفرقه في اليومين دول بحيث ان احنا ان شاء الله نعمل ماتش كبير في القاهره ونجيب اجوان. متاكد كمان ان جمهورنا هيملى الاستاد على الاخر وان هو هيدعمنا وهيكون نقطه قوه لينا جدا جمهور النادي الاهلي في القاهره، وان شاء الله نعمل ماتش كبير ونتاهل النهائي باذن الله. Bin sie auch hier in Südafrika auf einem top level und ja und sie sind natürlich auch immer nah dran um titel zu gewinnen und es ist eine top mannschaft und dementsprechend ja wollen wir versuchen uns zu qualifizieren im Heimspiel dann in Kairo in 1. November. الإجابة بسيطة جدا، سان داونز فريق قوي جدا، فريق سان داونز فريق قوي من أحسن فرق في أفريقيا، دايما بينافس على البطولات، بيلعب في توب ليفل، في ليفل عالي، في مستوى عالي دايما. لكن رغم كده احنا طبعا إن شاء الله هنعمل كل ما في وسعنا في ماتش العودة إن احنا نتأهل للنهائي. طيب خلينا نقول مبدئيا انا متفقه جدا واعتقد كلنا هنتفق مع كلام كولر، وان الشوط الثاني كان فيه او تحول يعني سان داونز لشكل هجومي اكبر بكتير، وكان واضح فيه تغييرات اللي عملها او اللي اجراها المدرب بتاعهم. وعلى فكره احنا قبل ما نبدا المباراه كنا عارفين ان هم هيلعبوا بشكل هجومي، الناس بتلعب على ارضهم وسط جماهيرهم، عايزين يفوزوا، ما عندهمش حاجه يخسروها، فطبيعي كنا متوقعين حاجه زي كده. بس القصه كلها ما ترجع تتكلم تاني، انا بس عايزه اركز على قصه التحكيم، لان انا امبارح يا كريم لو انت فاكر اتكلمنا انا وانت على قصه التحكيم، قلنا بالظبط ايه اللي حصل، قلنا يا جماعه طيب هو مش مبرر ابدا ان انا دلوقتي بتكلم عن التحكيم، بس هو التحكيم فعلا وده عالميا ممكن يضيع منك بطوله بسهوله جدا. في ضربه جزاء امبارح حصلت كتير مع النادي الاهلي وغيره، امبارح لما تيجي تتكلم عن ضربه جزاء يعني
والاول مره او من المرات القليله جدا اللي بيكون في اجماع من يعني كل الخبراء التحكيميين ان انت عندك مشكله او كان في اهدار او كان في تعنت او كان في ازمه او كان في غلطه سميها زي ما انت عايز في قضيه التحكيم تحديدا. طب ومشكله الفار ايه يا جماعه والحكمه اللي كانت موجوده؟ طب هو ايه اللي بيحصل؟ هي دي النقطه. وترجع تاني تسمع بعد كده في التحليلات المختلفة والمنابر الإعلامية المختلفة مساوئ التحكيم الإفريقي. طب ما مساوئ التحكيم الإفريقي دي مش حاجة ظهرت دلوقتي، احنا كنا متوقعينها. واتكلمنا على الحكم البنيني وقلنا ده الحكم المختار، واتكلمنا عن الحكام الآخرين وجبنا لحضراتكم كل واحد ومساوئه، منهم اللي عمره ما حكم حاجة ليه علاقة بأي فريق مصري أو غيره، وقلنا الكلام ده كله، وقلنا في الحكم اللي معروف عنه بالبطاقات الصفراء وغيره. لكن فكرة كل ده برضو يتصب في يعني أخطاء تحكيمية فجأة بهذا الشكل برضو مش عذر، ولكن عليه علامات استفهام. هي دي النقطة الأساسية. فالجميع بقول لحضراتكم من المرات القليلة اللي الجميع أجمع بدون شك إن هي ضربة جزاء. فأنا حقيقي مش قادر أفهم الفكرة إيه من إن أنت تفسد تواجد النادي الأهلي يعني بصفته أهم أندية القارة، يعني في بطولة بتقام للمرة الأولى زي ما بنقول ومفترض ليها النجاح. يبقى من الطبيعي أن كل نادي، والطبيعي جدا احنا ما نطلبش حاجة فوق الطبيعي، أن هو ياخد حقه التحكيمي، وده للأسف الشديد كان غايب بالأمس عن المباراة. على كل حال احنا بعد كل مباراة مهمة ولما بيبقى فيه أخطاء تحكيمية مش هنطلع نقول رأينا، بنلجأ للخبراء. خلينا ناخد على التليفون دلوقتي يعني كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي ونفهم منه أكتر، يمكن فيه كلام احنا ما نعرفوش. كابتن ناصر صباح الخير على حضرتك طبعا في البداية. صباح الخير على حضرتك نهواند، صباح الخير عليك كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طيب كابتن ناصر، يعني انا اكيد وكلنا تابعنا التحليلات المختلفه امبارح، وزي ما كنت بقول لحضرتك يعني من المرات القليله اللي بيكون فيها اجماع، يعني في اجماع على ان في كان مشكله تحكيميه بالامس. تقييم حضرتك حبدا ليه اداره اصلا الحكم امبارح للمباراه بشكل عام، عدم احتساب ضربه الجزاء هنا بشكل خاص؟ اتفضل يا كابتن. طيب ممكن حضرتك بس اسمحي لي وكريم اسمح لي الاول، خلينا يعني اقدم التهنئه الاول للكابتن محمود الخطيب، الاسطوره ونموذج المشرف لكل الرياضيين مش بس في مصر، في كل بلاد العالم. بقول له كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن محمود، وربنا يا رب يديم عليك نعمته ويخلي الناس كلها تحبك وكلنا بنحبك بامانه مش مجامله، حاجه محترمه جدا جدا. كل سنه هو طيب ودايما يا رب بخير وسلام. نروح للمباراه. هبدا حاجه يعني هقولها لك بس عشان يعني كل الناس تتذكر، انا بقول 4 من 4 وهفكر الناس يعني ايه 4 من 4. اخر 4 مباريات النادي الاهلي يعني بالظبط كده نهاوند، بدءا من مباراه الاتحاد العاصمه سوبر، ثم سيمبا هناك، ثم سيمبا هنا، ثم مباراه امس صن داونز. يعني دايما يبقى في 4 أخطاء تتكرر في 4 مباريات متتاليين. مباراة الأولى كان الحكم إيشو وكان كان على الفار، كان موجود حكم الفار كانت ماريا ريفيت الحكمة من موريشيس. أنا بس بستغرب هو ما فيش حكام فار عندنا في الاتحاد الأفريقي ولا إيه؟ أنا مش عارف. أنت عينتها في ماتش اتحاد العاصمة وكان عندنا ركلة جزاء واضحة جدا كانت لصالح محمود كهرباء، أنا بتكلم بأمانة. صحيح. وعاوز أقول لك إن 4 ركلات الجزاء اللي أنا هتكلم فيهم دولت ما فيش حد سواء من الخبراء او من الجمهور الا ما اكد على صحه الـ4 ركلات جزاء. المباراه الاولى ركله جزاء لكهرباء ماريا ريفيت لم تستدعي الحكم فيها، ودي كانت مشكله كبيره جدا جدا، هذه ركله جزاء اثرت في نتيجه المباراه. للاسف كل الاخطاء اثرت في نتائج المباراه. بعد كده سيمبا وكان المباراه كانت هناك، كان دحام جدا الحكم الموريتاني وكان موجود معاه على الفار كان لحلو بن برهام اللي هو الحكم الجزائري. وهنا يعني كانت حاجه كويسه جدا الفار جاب الحكم، يعني جاب دحام بيدا في ركله جزاء كهرباء ايضا، وكان الركل موجود والركله جزاء واضحه جدا. للاسف الشديد الفار بيجيب الحكم، بيرجع دحام بيدا الحكم مره ثاني ومعرفش في ايه بالظبط، يرجع ما يحسبش المخالفه. دي كان ثاني خطا للنادي الاهلي في مباراه سيمبا اللي كانت موجوده خارج ملعبه. كويس. مباراه سيمبا عندنا كان نفس الشيء، الحكم كان جان جاك نداله، انا بتكلم يعني بالتفصيل، وكان على الفار كان عادل زوراك الحكم المغربي. ركله جزاء كهرباء لما نجح في لعب الكره وحارس المرمى دخل فيه بتهور، وهنا كان يجب احتساب ركله جزاء، لم يحتسب الحكم ركله جزاء. امبارح
ودي الغريبه جدا، دقيقه 90. يعني انا ما شفتش في حياتي ان في مخالفه الدفع الواضحه بالايدين الاثنين للاعب، يعني الايد بتخرج وتدفع طبقا لقانون الماده 12. مخالفه ركله جزاء موجوده، حكم لم يحتسب للاسف الشديد، حكم مغمور ليس لدي خبره، ضعيف جدا جدا فنيا. انا استغربت ازاي بيتعين في هذه المباراه الصعبه جدا جدا لم يحتسب ركله جزاء، والفار ايضا هنا لم يتدخل. انا بس هنا في اللعبه ديت يمكن انا شايف اسطوره هنا، لما يكون الدفع بهذا الشكل الواضح، الايدين الاثنين رايحه لجسم اللاعب، يعني لاعب صن داونز بيقول لك احسب عليا ركله جزاء، ده هنا دفع واضح، ركله جزاء واضحه وضوح الشمس. حكم هنقول ما شافش، هنقول ما قدرش، هنقول ان هو كان بعيد. طيب انا سؤال، ماريا ريفيت دي ثاني مره بتخطئ في مع لعيب النادي الاهلي بعدم استدعاء الحكم في هذه اللقطه. بتكلم في دقيقه 90، يعني ركله جزاء من الممكن ان هي تتحسب ويجي منها هدف. بنقول 1-1، لا النتيجه بتتغير، ولكن التحكيم الافريقي بيمشي عكس الاتجاه للاسف الشديد. ما فيش تطوير، هناك مبالغ طائله تصرف على التحكيم في لجنه الحكام في افريقيا. حتى الان 4 من 4، يعني ده يعني شيء مش مقبول بالمرمى. ما 4 من 4 يا فندم معناها بطبيعه الحال ان في تربص وان في سوء نيه. الكلام ده لمصلحه مين؟ والمصلحه مين بقاء الوضع على ما هو عليه؟ احنا بنتكلم على عوار في ملف التحكيم الافريقي بشكل عام. كل يوم تقريبا والتاني يكون عندنا على الاقل وقعه واحده ان ما كانش اكتر تثبت وتؤكد هذا الكلام بما لا يدع اي مجال للشك. هيبقى الوضع على ما هو عليه بشكل عام لغايه امتى؟ وفيما يتعلق بالنادي الاهلي والتربص الدائم بيه لغايه امتى؟ شوف يا كريم، النادي الاهلي نادي القرن، ونادي عظيم، ونادي يعني اكبر نادي حصل على بطولات. من غير معقول المفروض النهارده احنا هذا النادي ما حدش يقف ضده، احنا بنتكلم في تحقيق العداله لكل الانديه. طبعا. ولكن لما النادي الاهلي اللي هو بيبقى رمز افريقيا، لابد انك انت كلجنه حكام تعين الحكام بمعايير طبقا لصعوبه المباراه. ما ينفعش انا امبارح صن داونز بالاهلي يمكن اقوى مباراه في الدوري الافريقي في المجموعه ديت، احط لها حكم مغمور، حكم ما عندوش خبرات، حكم بيخاف. انا عندي لقطتين يا كريم بجد، لو انا حكم عندي عمل الثلاث حاجات دولت امبارح انا هوقفه على الاقل 2 أو 3 أشهر. لما يكون حكم من نخبه الكره بتصطدم فيها، بس هوريك المستوى الفني الضعيف للحكم. 3 مرات الحكم بتيجي الكره تصطدم فيه ويبقى في مساره اللعب ويوقف اللعب ويعمل اسقاط. ركله جزاء صحيح لم تحتسب، مخالفه بالحذاء في محمد عبد المنعم، تهور موجود وترتقي، مش عايزه ترتقي، كان يجب على الفار استدعاء الحكم فيها، كان ممكن يبقى في بطاقه حمراء فيها. كل هذه الاخطاء امبارح بتتكرر ضد النادي الاهلي في وسط الاجواء اللي حضرتك شفتها امبارح. طيب احنا النهارده بنتكلم في بطوله كبيره، ما ينفعش ابدا تضيع حق نادي بيصرف ونادي بيجتهد ونادي يعتبر بطل افريقيا انك انت تقف قدامه بهذه الاخطاء الغريبه الكبيره. لابد ان يكون هناك في وقفه من لجنه الحكام، من فضلكم اختاروا الحكام بدون مجاملات، من فضلكم تاني بقول المجاملات ابعدوها، دي بطوله كبيره. سمعة التحكيم الافريقي في الفتره الاخيره للاسف ما كانتش على المردود الصحيح يا كريم. بس انا كابتن ناصر ممكن اقول حاجه، يعني مع احترامي طبعا الشديد كل القرارات اللي احنا بنتكلم فيها والمناشدات اللي احنا بقالنا يعني لا موسم ولا اثنين ولا ثلاثه، بقالنا سنوات طويله جدا بنتكلم فيها، هل في محاسبه حقيقيه؟ يعني دلوقتي حصل خطا، انا هتكلم في المباراه الاخيره، حصل خطا بالعين المجرده يرى وللجميع، يعني في اجماع على ان ده خطا تحكيمي فج، هل حضرتك بتتوقع ان ممكن يكون في محاسبه اصلا لهذا الحكم؟ هيكون في اي حاجه هتحصل؟ ممكن حد يجي يقول لك وانا كنادي قال استفدت ايه؟ مش مهم تستفيد دلوقتي، بس هتستفيد بعدين لما يبقى في محاسبه حقيقيه بتحصل لاي اخطاء بهذا الشكل. يعني هل حضرتك متوقع يكون في رد فعل اصلا من الكاف؟ تمام يا نهاند، سؤال مهم جدا، وانا هقول لك بالتفصيل وبالدليل. يعني هقول لك ان هنا يعني تاكيدا لكلامك، لما تبقى محكمه او حكمه من بوروسيش لعبت مباراه اتحاد العاصمه، كان عندها خطا فادح جدا جدا زي ما قلت لحضرتك، ركله جزاء صحيحه لم تحتسب للكهرباء. طيب انت بتتفاجئ انها بتتعين تاني للنادي الاهلي، ما هدوت دليل على ايه؟ ان ما حدش بيحاسب حد للاسف الشديد، وده تاكيدا لكلامك ان ما فيش حد ياخد عقاب. واحدة بتتكرر تاني للأسف، وده محيرني جدا. يا جماعة اتحاد افريقي كبير جدا وعنده حكام كبار جدا جدا، لما تبقى محكمة لسه ما عندهاش خبرات، يعني هي ما نزلتش الملعب تحكم عشان تقدر ان هي في الفار تستدعي الحكم او تقدر الألعاب،
احطها في مباراه كبيره وارجع تاني اكررها، لا ما حدش بيحاسب حد للاسف الشديد. يعني مش بس ما تعاقبتش، ده ما تعاقبتش واتكافئت بان هي طب انت عملت شغل حلو معانا انت بقى في ماتش الاهلي اللي جاي ان شاء الله، وانت بتكافئها تاني ويا كريم. تمام يا كريم، انت بتكافئها وتديها كمان للاهلي. طب يعني الف ب تعيينات او لجنه التعيين دي عندها مشكله في المباراه، من فضلك لو انت عاوز تعينها وتجاملها بلاش توديها للفريق اللي هي اخطات ضده. بنقول ان الاهلي مش محتاج غير حقه يا كريم يا نهوان، للاسف والله والله بدون مجامله بقول 4 من 4 لا اخطاء كتيره جدا جدا صحيح. للاسف. وبعدين في حاجه مهمه، من فضلكم عاوزين يعني نفصل تماما ما بين الاداء الفني، احنا قلنا دايما من خلال القناه ما حدش يقول لي الاداء الفني الاهلي كان يعني مش موضوعه مش كويس، لا احنا بنتكلم كتحكيم. من فضلك اديني حقي وماليش دعوه، انت مالكش دعوه كحكم، ادي النادي الاهلي حقه او المنافس حقه بعيدا عن الاداء الفني للاعبين. والله يعني انا فعلا عارفه ما يعجز الواحد على ان هو يتكلم خلاص. اصل كابتن ناصر انا فاكره المكالمات الماضيه اللي كانت مع حضرتك برضو في المباريات السابقه اللي حضرتك دلوقتي ذكرتها وعملت يعني كونكلوجن ليها، الكلام كله بيعاد. يعني انا حاسه ان احنا بنعيد نفسنا تاني، والله اعلم بعد كده ده هيكرر ولا لا، بس بنسبه 90% هيكرر. فيعني هنرجع نقول ده مش مبرر الاداء التحكيمي غير الاداء الفني، احنا عندنا مشاكل فنيه مش هنعول على المشاكل التحكيميه على أساسها، لكن لما الموضوع يوصل لأمور بهذا المنطق اللي هو أو لا منطق يبقى طبعا الموضوع مش أفضل حاجة، وللأسف بينكد علينا، وللأسف ليه تأثير سلبي جدا من ناحية كمان المعنوية على اللعيبة وعلى الجماهير وعلى البطولة وعلى شكلنا أصلا قدام العالم كله كقارة عندها مشاكل عدة في كرة القدم سواء على المستوى التحكيمي أو غيره، ومستمرة ولا تحل. يعني بالمناسبة على كل حال يعني أنا بس حاجة أقولها، بس يعني هقولها أخيرا اتفضل. اسمعي لي حضرتك، انا بتكلم على الحكم اللي هو المباراه القادمه اللي هي ان شاء الله يوم 4. الحكم عيسى سيه الحكم حضرتك ممكن تعلي صوتك شويه بس كابتن ناصر معلش. الحكم السنغالي عيسى سيه، يعني انا بتكلم على الحكم المباراه القادمه اللي هو عيسى سيه الحكم السنغالي. اعتقد هو شايف تماما الاخطاء التحكيميه اللي موجوده في المباراه اللي فاتت. انا بقول نتمنى تاني بنقول ان الحكم عيسى سيه الحكم السنغالي هذه المباراه النادي الاهلي قادر ان شاء الله ان هو يفوز وهيمر وهيعدي، بس لابد انك انت كحكم زي ما قلنا النادي الاهلي محتاج حقه، اتمنى ان هو يستفيد من اخطاء زمايله ويقدم مردود في هذه المباراه، مردود يحاول يعني نسبيا يرفع من شان التحكيم في افريقيا. يعني هوان تحياتي لحضرتك وبقول تاني والكريم ويا رب ان شاء الله باذن الله يوم 4 ان شاء الله الاهلي يصعد للدور النهائي باذن الله باذن الله. نتمنى ذلك. كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي شكرا ليك جدا فندم على هذه المداخله، وللاسف انت يعني وحضراتكم برضو ما تتوقعوش ان دي هتكون المداخله الاخيره، يعني اكيد دي هتبقى مداخله من مداخلات قادمه هنتكلم فيها عن اخطاء تحكيميه اخرى هيتعرض ليها النادي الاهلي. للاسف الشديد انا بقول الكلام ده، يمكن الموضوع دلوقتي الواحد واخده مش بهزار بس واخده لان في حاجات كده لما بتوصل لليفل معين بتضحك. ما اصل هنعمل ايه يا جماعه، يعني الموضوع بقى تحس ان هو بقى امر واقع، يعني خلاص انت هتقبل كده. فعلى فكره في الاول وفي الاخر احنا مش بنتكلم بس على مصلحه النادي الاهلي، اكيد رقم واحد مصلحه النادي الاهلي، ولكن انا بتكلم في مصلحه الكره المصريه والكره الافريقيه. لو انت دايما بتقول انا عندي طموح وانا عايز اوصل عالميه وانا ليه مش في نفس مستوى العالم في ملفات عديده منها التحكيم على سبيل المثال، عشان انت عندك سلاسل متكرره من نفس الاخطاء. ما هي دي النقطه، اتكلمنا في ده كتير جدا. وعلى فكره قبل الهوا برضو كريم لو انت فاكر كنا بنقول ان انت بتتكلم عن كوادر مش موجوده ولا في مشاكل، لا انت عندك الكوادر بالمناسبه. ولما جينا ذكرنا بعض الحكام المصريين قلنا احنا على فكره حكامنا المصريين بيحكموا مش في الداخل زي في الخارج، يعني في الخارج بيتالقوا جدا جدا، ومش عايزه اقول اسماء يعني معينه علشان ما حدش ياخدها ان انا جايه يعني بمعنى اصح بعمل هايلايت على حد، لا انا بكلم حضراتكم وحضراتكم عارفين انا بتكلم عن مين او اخص بمين تحديدا، هم حكمين مصريين في الخارج بيبقوا متالقين جدا. طب تعالى عندي جوه في الداخل في مشكله، مش معرفش بقى المشكله راجعه لان مفيش ثقه من الجماهير هم واخدينها، في اهتزاز، مفيش شخصيه قويه، مفيش ثقه بالنفس، كل دي عوامل لازم تبقى موجوده في المحكم. انا لا يعنيني ده ضغوطات غيري، انا لازم اكون شخصيه عارفه انا بعمل ايه، او تاني هرجع اقول ما تشتغلهاش. المحكم او الحكم لازم يكون عنده يا كريم خصائص معينه وانت اتكلمنا فيها قبل كده. فالشخصيه المهزوزه ما تشتغلش محكم، ما تشتغلش حكم. الشخصية المهزوزة، الشخصية اللي بتخاف من آراء الناس، الشخصية اللي ما عندهاش ثقة في نفسها، في شغلانات معينة ما تشتغلهاش، لا يليق بيها.
فعلى كل حال مش عايز اخش في ملف التحكيم قوي دلوقتي، وتاني هنرجع نقول اكيد احنا لا نعول الاخطاء بتاعت امس طبعا على التحكيم، لكن لازم نتكلم عن التحكيم. اه طبعا احنا قصرنا طبعا زي ما انت كنت بتتكلم من امبارح، اللمسات الاخيره اللي كنت قلقان منها حصلت الفينال للاسف الشديد. يعني لا ان شاء الله نعوض ان شاء الله، بس تاني هرجع اقول يوم الاربعاء هتبقى مباراه اصعب بكتير. المتوقع انها تبقى سهله ده مش هيحصل. انا على عكسك شايف ان الموضوع فيه جانب مضحك والله في جانب مضحك من زاويه ان شر البليه ما يضحك، ففي جانب ابتدى يكون ساخر في هذا الملف. يعني فكره هو الملف ده نفسه ابتدى يكون مضحك، فكره التحكيم الافريقي الملف ده يعني بقى مثير للسخريه في الفتره الاخيره. وبعدين من زاويه ثانيه رؤيه الامور مع الاخذ في الاعتبار فرق نوعيات الحدثين، بس هو المبدا العام بتاع ان من امن العقاب عموما ما هو موجود عندنا وبرانا جوه القاره الافريقيه. ده احنا مكالمتنا مع كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي يعني ابتدت تكون جزء ثابت لا يتجزا من هذا البرنامج. على مدار السنتين ثلاثه اللي فاتوا احنا كل فتره والتانيه لازم نتواصل معاه تليفونيا ونتبادل الاندهاش احنا وهو على واقع ما غالبا بيكون النادي الاهلي هو اللي بيدفع ثمنها. فمش عارف الموضوع ده هيستمر لغايه امتى. على كل الاحوال تعالوا نقفل الملف ده مؤقتا، هنرجع نفتحه تاني طبعا في الفقرة الحوارية التانية، لكن تعالوا نتكلم أكتر شوية عن اللي جاي إن شاء الله. احنا لسه عندنا مواجهة في منتهى الأهمية طبعا لازم نبتدي نتكلم عنها من النهاردة ولحد يوم الأربعاء الجاي إن شاء الله. وطبعا الدعوة الأولى والأهم أكيد وكالعادة هتكون موجهة لحضراتكم لجمهور النادي الأهلي، رجالة الأوقات العصيبة والأوقات الصعبة. وماتش يوم الأربعاء مش محتاجين نقول لحضراتكم فيه إلى أي درجة وجودكم هيكون ليه الأهمية الأكبر. جمهور النادي الأهلي عند اللزوم يكون هو اللاعب رقم واحد أو رقم 12. يعني جمهور النادي الأهلي ياما قبل كده كتير صعد بالنادي الأهلي وعدى بيه كتير من العقبات والصعاب، وكان فعلا عنصر السحر اللي اتحقق في اللقاء من دول كان من قبل وبمعرفة جمهور النادي الأهلي العظيم. احنا مستنين نشوف زئير جماهير النادي الأهلي في المدرجات يرجوا الاستاد كالعادة. احنا بنلعب قدام فريق عنده مقومات قوية جدا على الصعيدين الفردي والجماعي. ماتش زي ما نهاوند بتقول لحضراتكم وزي ما انتوا اكيد عارفين الكلام ده كويس جدا هيكون فيه منتهى الأهمية ولازم نعبره. وعشان نعبره هرجع اقول لكم لازم نشوف في ماتش يوم الاربعاء اللي ما شفناهوش امبارح وما نشوفش في ماتش يوم الاربعاء اللي احنا شفناه امبارح. بص انا عايزه كمان اقول حاجه، وعايزه يعني اقول قبل ما نقفل بقى الصفحه دي برضو اسمحوا لنا، يعني عايزين نكون واضحين في كام نقطه. وقلنا الكلام ده قبل المباراه بالمناسبه، مش بنقوله عشان نتيجه المباراه، قلنا سان داونز من الفرق اللي بتلاعب بنسبه كبيره جدا او بتعتمد بنسبه كبيره جدا ان هي تلعب نفسيا على النادي الاهلي، وده ممكن يكون راجع بسبب الخساره في دوري ابطال افريقيا لما كنا بنتكلم عن 5-2 في الموسم اللي فات، وممكن يكون ده واضح جدا في استغلال التوقيت الصعب اللي انا اتكلمت عنه امبارح واللي اكدنا عليه في كل مره، اللي بيختاروا دايما سان داونز المباريات بتاعته، وتحس ان انت يا كريم هو مش داخل زي ما بيتقال كده اللي هو ند بند، لا هو ند بند بس مع عوامل تانية هي اللي خليته ند بند مع النادي الاهلي. يعني وبرده ده مش مبرر، انا دايما لما بيبقى فيه غلط ما بحبش اقول المبرر كذا، مش هنرمي شماعه على غيره، بس الرؤيه بس تكون واضحه، هي دي النقطه. ماتش الاربع محتاج تأهيل نفسي كبير جدا، محتاج عودة الروح تاني للاعبين، محتاج شخصية البطل في اللعيبة أو بين اللعيبة اللي احنا فقدناها أو البعض خلينا نقول فقدها. لازم تتأكد أنك بطل فعلا، بتتكلم برضو تاني هرجع أقول بأرقامك وبتاريخك. بعد ممكن حد دلوقتي بيسمعنا يقول يا جماعة ارحمونا بقى تاريخ إيه وأرقام إيه، ما تشوفوا أنتوا بتعملوا إيه دلوقتي. لا معلش، التاريخ أو الماضي بتاعك جزء منك دلوقتي وما ينفعش ان انت تعديه، ما ينفعش ان انت تنساه، ولازم دايما كده لما تحس بدروب او تحس بمشكله في ثقتك بنفسك ارجع اعرف انت مين كويس فوق واعرف انت مين كويس. هي دي النقطه، انت النادي الاهلي في الاول وفي الاخر. عشان كده الفرق المنافسه سواء بتختبرك او بتلعب على الشق النفسي او حتى بتحاول فنيا ان هي تنافسك، ده لان انت في حته لوحدك. لو انت حاجه عاديه ما كانش في تصريحات زي دي كنا بنسمعها، ما كانش في بعض برضو الاقاويل اللي احنا كنا بنسمعها من الصحافه، وعرضنا ده قبل كده في المباراه الموسم اللي فات الاخيره، وما كانش هيبقى في اللعب على قصه التوقيتات اللي كل الناس عليها علامات استفهام عندها. يعني عارف لو يقدروا يعملوا المباراه مش عارفه تاني، اصل بعد 3 العصر دي ما فيش حاجه اوحش. يعني ممكن عارف هقول لك ايه، ما واحده افضل من 3، هي 3 ذا ورست، يعني اوحش توقيت ممكن ان انت تعمل فيه مباراه. بس على كل حال يعني هرجع اقول تاني،
الثقة اللي لازم تكون موجودة من عندنا للجهاز الفني وللعيبة مهمة جدا في الفترة دي، واحنا دايما نكون معاهم حتى في الموسم اللي احنا كنا فيه قبل اللي فات اللي كنا فيه ليس الافضل تماما لعوامل كتيرة، بس احنا بنرجع نقول تاني انت لازم يكون عندك ثقة، والثقة دي بتوصل للعيبة. في مشاكل كتيرة وهيقابلنا لسه مشاكل تحكيمية وعوامل اخرى، وهرجع اقول انا تاني قلقانة الماتش الاربع، لكن احنا ما ينفعش ان احنا ما يبقاش عندنا ثقة ان احنا نقدر تاني نعوض، لان لسه في فرصة. وفكرة التحكيم دي بقى امر واقع زي ما انت قلت، فمش حاجة هتعدي عليك ونقول خلاص واللي جاي افضل، لا هي حاجة مكملة معانا، يعني يبقى فاهمين حاجة مكملة معانا. فعشان بس الواحد ايه يخلص، خلينا نقولها كده عشان ايه ما نجيش كل مباراه نقول. واحنا على فكره انت فاكر امبارح مش انا اتكلمت انا وانت في القصه دي، ما كانش لسه في حاجه، وقلنا اختيار الكاف وقلنا الحكام لحضراتكم وعرضنا كل المشاكل الموجوده قبل اي حاجه. ادينا شفنا بالماتش ترجمه للكلام اللي وشفنا بالظبط. برافو عليك، هي ده المستحيل، ترجمه للي احنا قلناه امبارح. يعني ما جيناش مثلا دلوقتي كنا امبارح بنشكر في التحكيم وفي الاختيار، والنهارده بعد اللي شفناه قلنا كذا، لا احنا من امبارح بنقول الكلام ده قبل المباراه. فيعني على كل حال تعالوا بقى نروح شويه للمنتخب، نتكلم عن المنتخب واخر المستجدات فيه. عايزين نعرف حضراتكم ان اعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول لكره القدم بقياده البرتغالي روي فيتوريا قائمه اللاعبين المحترفين الاوليه لمعسكر شهر نوفمبر ان شاء الله، المقرر انطلاقه في الفتره من 13 لغايه يوم 21 من نوفمبر المقبل باذن الله. وطبعا ده المعسكر اللي هيتتخلله مباراتين، مباراه جيبوتي وسيراليون في الجولتين الاولى والثانيه من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2026. واللعيبه هم محمد النني، طارق حامد، حمدي فتحي، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، احمد حسن كوكا، مصطفى محمد، محمد شريف، وعمر مرموش. منتخب مصر هيخوض مباراته الاولى امام جيبوتي يوم 16 نوفمبر ان شاء الله في استاد القاهره، ثم بعدها مباراه سيراليون يوم 19، وهتكون المباراه دي في ليبيريا. في حاجه عجبتني قوي بما ان انت ذكرت المنتخب برضو من حضراتكم يعني اللي متابع امبارح، الطلب اللي طلبه فيتوريا من اتحاد الكره واللي هقوله حضراتكم دلوقتي، وعلى فكره نتمنى ان هو فعلا يكون حافز قوي في حين تطبيقه على ارض الواقع. فيتوريا طلب ايه؟ طلب ان تتضمن لائحه المنتخب الجديده حافز اضافي للاعبين خلال بطوله امم افريقيا اللي جايه، واللي هتقام طبعا بالكوت ديفوار زي ما حضراتكم عارفين يناير تحديدا المقبل، ويتم تطبيق الحافز ده على كمان او في الادوار الاقصائيه بدايه من دور الثمانيه انت بتتكلم، بحيث ايه بقى يكون في مكافآت خاصه لتخطي كل دور اقصائي حتى الوصول للنهائي وحصد لقب البطوله. طبعا يعني باذن الله ده يحصل. وكمان طلب من الجهاز الطبي للمنتخب الرئيسي طبعا دكتور محمد ابو العلا متابعه تاهيل تحديدا احمد حجازي ومحمود الونش اللي هيخضعوا ليها بعد اجراءها اللي عندهم جراحه طبعا يعني الصليبي، للاسف دي من اشد الاصابات اللي بتكون او بتواجه اي لاعب، يعني عشان يتم تحديد كمان مشاركتهم. فانا عجبني ده جدا، وهرجع تاني للنقطة الأولى، ممكن جدا على فكرة فكرة التحفيز ده يبقى عامل جيد. يعني أعتقد فيتوريا، وقلنا الكلام ده برضو من الأول، هو بيهتم بالشق النفسي والدعم المعنوي جدا للعيبة، ودايما بيركز جدا حتى بيكون ليه لقاءات على المستوى الفردي مع بعض اللعيبه، ودايما بيحاول يلجا للمحترفين لعيبتنا المحترفين علشان يتكلموا مع اللعيبه المحليين، يعني يبقى في صوره او في كيمستري ما بين اللعيبه كلها وبعضها. فدي ده امر جيد جدا، فكره ان هو يفكر في حافز. على فكره طبعا. انا مع سياسه جدا ان انت لما عايز اللي قدامك يتحسن في اي حاجه ما تقعدش تنتقده، ما تقعدش تلومه، حفزه. ده بيبقى بشكل على فكره ايجابي جدا، خصوصا ان انت عندك يعني مهام صعبه، والمنتخب على فكره ما هوش بيمر مثلا بفترات سهله، لا المنتخب عنده لسه موال كبير جدا، اللي عدى ده حاجه واللي جاي ده حاجه ثانيه تماما، قلنا الكلام ده. فانا شايف ان الحافز ده امر جيد جدا. أكيد فعلا لو اتطبق فعلا فكره حلوه. بصي دايما عبقريه قوي فكره ومبدا الثواب والعقاب، يعني دي مطلوبة في كل أمور حياتنا، عشان ما نرجعش نقول برضو قول المأثور التاني اللي هو فكرة من أمن العقاب، يعني سواء بقى أساء الأدب، أساء التصرف، أساء عدم تحمل المسؤولية، أيا كان نهاية الجملة إيه، بس فكرة إن الواحد يأمن العقاب بتخلي فيه مساحة كافية للتراخي وتكرار الأخطاء مرات ومرات، والناس بقى تبقى بتتشال كلها، جماهير كرة قدم لو إحنا بنتكلم على كرة القدم، أو بنتكلم بشكل عام احنا مجتمعنا وحياتنا عشان تستقيم محتاجه شويه امور اكيد على راسها وفي
مقدمتها فكرة ومبدأ الثواب والعقاب. استكمالا بقى لأخبار منتخباتنا، عايزين برضو نعرف حضراتكم أن حدد وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 يوم 6 نوفمبر المقبل إن شاء الله موعدا لبدء معسكر الإعداد لبطولة شمال إفريقيا اللي هتقام في تونس في الفترة من 11 لغاية يوم 22 نوفمبر بمشاركة منتخبات ليبيا والجزائر والمغرب وتونس طبعا إلى جانب مصر. منتخب الشباب كان أقام معسكرين في الإسماعيلية وفي القاهرة، والحقيقة المعسكرين دول كان أشاد بيهم جدا كابتن وائل رياض، وكلم أكتر من مرة عن مدى الاستفادة من رؤيته لعناصر عديدة ومميزة جدا تصلح للانضمام لمنتخب الشباب، وقال إن كل اللعيبة ظهروا بمستوى ممتاز ولسه قدامهم حاجات كتيرة أفضل يقدموها لمنتخب مصر، وكمان كان بيلفت الأنظار إلى إنه هيتابعهم باستمرار مع أنديتهم عشان يبقى دايما متأكد أولا بأول من تطور مستواهم. طبعا ده أمر مهم جدا جدا، لأن احنا عارفين إن دول هم نواة مستقبلية للمنتخب الأولمبي ثم للمنتخب الأول إن شاء الله بعد كده. ويا سلام بقى لو لأي لاعب من دول يعني وهو في المرحلة السنية المبكرة دي لو جات له فرصة للاحتراف في الخارج بدري بدري، أكيد بالتنسيق مع نادي أكيد دي هتكون فيها فايدة كبيرة جدا لي وأكيد لمنتخبنا. بص، الأساس في وكلامنا ده في فكرة حد بيطور لازم يبدأ من البيز. يعني لما جينا قارنا بعد مش هذكر أسماء لما جينا قارنا منتخبات لو كنا قارنا بعض الدول اللي هي حاولت إن هي تطور منظومة كرة القدم عندها ولجأت لرأس المال، قلنا ده بيكون نجاح على الشورت تيرم. يعني ده مش معناه إن أنت بتبني من الأساس وبعد كده على السنوات القادمة أنت هتبقى من الفرق أو المنتخبات القوية أبدا. على الصعيد الآخر اتكلمنا عن دولة أخرى عربية وقدرت ان هي من غير رأس مال، ولو انت تتفق معايا كريم في الكلام ده، قدرت باستراتيجي موضوعه من البدايه اللي هي بتكلم هنا عن قاعده الناشئين بتاعتها ان هي تشتغل على الشباب دي عشان بعد كده تبني لقدام. فانت بتعمل شورت تيرم ولونج تيرم بلان، ده التطوير اللي هيحصل فعلا واللي هتشوفه الدوله دي في المستقبل وكره القدم بتاعتها. بالتالي ان الموضوع ده هم شغالين عليه على فكره بقالهم سنوات طويله، ابتدى دلوقتي يلاقي ده، وانا بتكلم تحديدا عن المغرب بقى. تمام. على الصعيد الثاني القصه ما لهاش علاقه بس براس المال، ربما تكون ناجحه وتسلط الضوء في فتره ما لكن مش هو ده النجاح. فقصه ان حد عايز يطور لازم يبدا من قاعده الناشئين، وقلنا اهميه ده جدا. فقاعده الناشئين وبعد كده المنتخب الاولمبي بعد كده زي ما احنا عارفين المنتخب الاول والانديه المختلفه كمان، واعطاء فرصه للناشئين ان هم يصعدوا للفريق الاول. زي ما احنا قلنا مش كل المنتخب الاولمبي عندنا بيلعبوا بصفه اساسيه في الفرق بتاعتهم في الانديه بتاعتهم خالص، في منهم ما بيلعبش، في منهم ما حصلش لسه على الخبره الكافيه ان هو يروح يشارك مع المنتخب ويلاعب منتخبات اخرى. يعني مش هقول للاسف بس معظمهم بيلعبوا في الفرق الاولى الفريق الاول بتاع الانديه بتاعتهم، ففي فارق شويه فني، في فارق في الفنيات. فده اللي انا بتكلم فيه. على كل حال المنتخب الاولمبي لحد دلوقتي ما نقدرش نقول ان هو مش مفرحنا او مش مطمنا شويه، انا شايفه ان في بالعكس في بوادر جيده جدا، عنده سكواد رائع جدا، بالتوفيق ليهم في اللي جاي وهم اللي عندهم الفرصه يقدروا يثبتوا نفسهم ويستغلوها ولا لا، دي هترجع لهم هم حقيقي طبعا والجهاز الفني والاداري، كل التوفيق ليهم طبعا. هروح لخبر تاني جميل جدا وهو تحقيق المنتخب المصري للكاراتيه، بتكلم تحديد عن فئه السيدات الميداليه البرونزيه في منافسات بطوله العالم تقام بالمجر بعد التغلب على منتخب وكانت منافسه قويه جدا تركيا، ولاعبي المنتخب حققوا هنا 6 ميداليات متنوعه مقسمه لذهبيتين وفضيه وثلاث برونزيات. طيب ده بس الخبر، عايز اقول لحضراتكم كمان المنتخب الكاراتيه لذوي الهمم كمان حصل 3 ميداليات متنوعه في المنافسات عشان ترتفع هنا حصيلتهم ل 8 ميداليات متنوعه، فأعتقد برضو إنجاز محترم طبعا. جدا لازم طبعا. كنا نتكلم عنه، يعني مبروك وبالتوفيق كمان للي جاي، دايما بيفرحونا بصراحة. صحيح. طيب خلونا بقى قبل ما نطلع الفاصل ده ناخد فكرة مع حضراتكم من خلال هذا التقرير عن درجات الحرارة النهاردة وصلت لكام في كل المحافظات المصرية، ثم فاصل ولا نعود. راح بحضراتكم مرة كمان، خلينا نتابع دلوقتي أخبار النادي الأهلي والفرق المختلفة زي ما احنا متعودين، ومعنا روزان نصر من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. روزان صباح الهنا عليكي، طبعا سامعينك وعايزين نعرف منك الأجواء حاليا وطبعا الإقبال برضو من الأعضاء وأكيد أخبار النادي الأهلي والفرق، اتفضلي. صباح
صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. من داخل مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة متواجدة مع حضراتكم لنقل طبعا الأجواء والأخبار اللي متواجدة معايا النهاردة. الأجواء يعني خلينا نقول أنه طبعا في يعني انخفاض في درجات الحرارة، وده مخلي في إقبال يعني شديد من الأعضاء هنا داخل النادي، في موجودين طبعا الناس بتفطر ويعني مبسوطين جدا بالأجواء هنا. يمكن في ناس كتير بتحب الأجواء دي، يعني ولا هي صيف ولا هي شتاء، فده مخلي في إقبال كويس جدا هنا في الفرع. خلينا بقى طبعا نبدأ النهاردة بخبر عن فريق الناشئين لكرة القدم بنادي مواليد 2006، واللي فاز خارج ملعبه على الإسكان بعشرة أهداف دون رد في المباراة طبعا اللي أقيمت بين الفريقين ضمن الجولة الرابعة من بطولة منطقة القاهرة. وبالفوز ده رفع الأهلي 2006 رصيده ل 16 نقطة من الفوز في أربع مباريات، وبيضم الجهاز الفني للفريق أحمد خطاب مدير فني، سامح عبد الفضيل مدرب عام، فتوح محمد مدرب حراس، وسيد حجاج إداري للفريق. الأهلي بيتصدر دوري عمومي سيدات اليد الموسم المحلي طبعا 2023-2024 برصيد 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة في 3 جولات متتالية، بينهم بيحل الشمس في المرتبة الثانية بنفس الرصيد لفارق الأهداف، ويلي نادي الزمالك برصيد 6 نقاط. وشهدت طبعا الجولة الثالثة فوز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 20-19، والشمس على الزمالك بنتيجة 25-24. نروح بقى لكرة السلة سيدات، حققوا فوز كبير طبعا على نادي الصيد بنتيجة 84-62 في إطار مباريات ذهاب دور ربع نهائي لبطولة دوري المرتبط، وبالتالي طبعا بيحتاج الأهلي الفوز في مباراة الإياب بمنافسات المرتبط للناشئات للتأهل للدور نصف النهائي. ومن المقرر أن تقام مباراتي الإياب بين الأهلي والصيد غدا، حيث تنطلق مباراة السيدات 8 مساء وتسبقها مواجهة الناشئات 4 عصرا. شباب كرة السلة 20 سنة كمان بيفوز على الطيران بنتيجة 96-26 في بطولة منطقة القاهرة، وأيضا كمان شباب سلة الأهلي 16 سنة بيفوز على المعادي بنتيجة 73-18 ضمن منافسات أيضا منطقة القاهرة. وأخيرا فوز شباب الطائرة 15 سنة على دجلة المعادي والتتويج أصلا ببطولة منطقة القاهرة. طبعا كل التحية لشباب أكيد النادي الأهلي محققين يعني نتائج هائلة طبعا وفوز مستمر. ودي كانت أبرز وأهم الأخبار اللي معايا النهاردة من النادي الأهلي، بشكركم وعودة لكم مرة تانية. ماشي، واحنا كمان بنشكرك يا روزان على التغطية دي، شكرا ليكي جدا، شكرا جدا. تعالوا بقى نروح للحدث السنوي المهم جدا واللي بيشغل بال كتير من عشاق كرة القدم حول العالم، وهو طبعا حفل مجلة فرانس فوتبول للإعلان عن أفضل لاعب في العالم اللي هيكون صاحب الكرة الذهبية لعام 2023. الحفل هيقام النهاردة إن شاء الله. طبعا كان محمد صلاح دخل ضمن ال 30 لاعب المرشحين لهذه الجائزة، وبطبيعة الحال دي مش المرة الأولى اللي بينضم فيها اسمه أو اللي القائمة بتشمل فيها اسمه، بس اللي حصل المرة دي وللمرة الأولى هو غياب كريستيانو رونالدو عن قائمة أفضل 30 لاعب، والغياب ده هو الغياب الأول من سنة 2005. طبعا عارفين أنه قبل كده حصد الكرة الذهبية 5 مرات، وكريم بنزيما هو صاحب آخر كرة ذهبية. بس خلونا نتكلم بوضوح عن النسخة الحالية، لأن الحقيقة كل المؤشرات أو أضعف الإيمان أغلبها وأغلب التقارير العالمية بتؤكد أن هي شبه محسومة لليونيل ميسي، خاصة بعد ما طبعا قاد منتخب الأرجنتين للتتويج بكأس العالم، ودي هتكون المرة الثامنة لميسي كحصد لكرة ذهبية، رقم قياسي واستثنائي يتماشى مع كونه هو شخصيا لاعب استثنائي. بس اقول لك على حاجه ما كنتش اتمنى هو يحصل عليها بصراحه. ليه الراجل عامل شغل وشال منتخب بلده على كتافه وكاس عالم وشغل عالي. هو كده كده انا مش من الناس، يعني ميسي كرويا ما حدش بيختلف عليه، بس انا مش من الناس اللي بحب ميسي، وده يعني رايي، ده رايي الشخصي، واللي هو ما يهمش حد، بس ده رايي. انا افضل كريستيانو بشكل كبير جدا، افضل ابراهيموفيتش، افضل هالاند. بالمناسبه هالاند انا بتوقع انه هيكون، يعني وانا بقول لك قلنا قلت لك الكلام ده قبل كده، انا اتوقع هالاند اتكلم في 22 سنه وبالمستوى الفني ده اللي احنا شايفينه، لما يوصل ل 35 يا كريم ممكن يعدي كل الارقام القياسيه، سواء انت بتتكلم عن ميسي واتوقع ذلك، او رونالدو او محمد صلاح، اتوقع ذلك. وده مش هيعدي الثلاثه مجتمعين على فكره، هو ده بني وارد آدم. جدا ده مش بني ادم.
ده فاضل شويه وتطير والله العظيم وارد جدا بصراحه طبعا. فعلى كل حال يعني وان كانت المره الثامنه اعتقد هتكون الاخيره لميسي في الحصول على هذه الجائزه. خلينا نروح بقى ونختم الفقره الاولى بهذا الفيديو جراف اللي هنتعرف فيه على اكثر 5 لاعبين حصلوا على الكره الذهبيه في تاريخهم، وبعد كده نروح فاصل ونرجع مع حضراتكم عشان نبدا اولى فقراتنا الحواريه. خليكم معانا. أهلا بكل حضراتكم من جديد. في الفقرة دي هنتكلم عن الألعاب الترفيهية الجميلة جدا واللي سهلة جدا إن احنا كلنا نمارسها وفي أي مكان. اتحاد الألعاب الترفيهية الحقيقة عمل أكثر من بطولة في الفترة الأخيرة لتشجيع الجمهور على المشاركة، منها بطولات شرعك ملعبك، واكيد كل بطوله منهم او كل مبادره منهم هنتكلم مع ضيفنا العزيز عن كل تفاصيلها، كمان المشاركه في مبادره صيف شبابنا اكيد بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه، ده طبعا غير ان في بطوله مهمه جدا في العريش اقيمت مؤخرا ضمن البطولات المؤهله لكاس العالم. عن انجازات وعن خطط اتحاد الالعاب الترفيهيه منورنا ومشرفنا النهارده الاستاذ احمد البكري رئيس الاتحاد المصري للالعاب الترفيهيه. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل عليك وعلى كل المشاهدين وعلى قناه النادي الاهلي. صباح الخير استاذ احمد. وزمان كانوا يقولوا لنا يعني بلاش تلعبوا في الشارع دلوقتي بيقولوا لنا شارعك ملعبك طب نسمع كلام مين يعني والدوله اللي بتقول فخلينا نبدا من هنا. احنا المبادره دي احنا فكرنا فيها ان انت عارف الالعاب اللي عندنا كلها دي العاب كل الشعب بيمارسها، فاحنا فكرنا بالذات ان الالعاب عندنا ادوات سهله ان هي تتنقل في كل مكان وممكن تتلعب في اي مكان، فاحنا فكرنا مبادره ليه ما ننزلش احنا للناس نبتدي نعمل لهم بطولات نفهمهم اسس اللعب القوانين بتاعتها حسب اللي هي ايه بقى الرياضات دي او الالعاب. احنا بدانا اول حاجه بالضمنه، عملنا نفس القوانين بتاع الاتحاد الدولي اللي بيطبقها، نزلنا في المناطق شارعك ملعبك اول حاجه بدانا فيها في المهندسين كان فيها حوالي 240 لعيب ولاعيبه، الناس فرشنا في الشارع زي ما الناس بتقول، الناس جت اتفرجت كان في حتى جمهور كبير اتفرج في القصه دي كلها. دي اول بطوله عملناها، وبعد كده هنعمل حاجه اسمها فوت فولي، احنا عندنا ملاعب فوت فولي صغيره وكبيره فاحنا هنلعب الميني فوت فولي فيها، هنبتدي نشتغل فيها الفتره الجايه باذن الله. الغرض من شبك ملعبك زي ما انا قلت ان الناس بتمارس الالعاب بتاعتنا دي كلها على القهاوي، بس طبعا بيبقى معاها عادات صحيه غير صحيه زي مثلا التدخين، فاحنا نزلنا قدرنا ان احنا الناس تقعد 8 ساعات كامله تبتدي تمارس الالعاب دي كلها، مفيش منعنا التدخين تماما، مفيش مشروبات، الناس ملتزمه بالقوانين بالزي اللي احنا قلنا لهم عليه، فدي كانت حاجه كويسه طبعا. لو كنتوا فتحتوا الباب واديتوا مساحه ده عندك منتخب مصر للشيشه وياخد مركز اول مستريح في اي بطوله واي الله انا عاوز اقول لك حاجه ان احنا عملنا يعني احنا عملنا دي مبادره وفي مبادره ثانيه ان شاء الله تتعمل في القاهره الفتره الجايه. الناس بالعكس كلها فرحان، يعني في ناس بتقول لي بطلت التدخين، يعني في ناس كتير بتقول لك احنا 8 ساعات قاعدين من غير تدخين، في ناس بتقول لك احنا سيبنا التدخين خالص. حجم الاقبال بقى على ممارسه الالعاب دي بشكل شعبي على صعيد الجمهور وصل لفين؟ احنا واصلين لكل فئات المجتمع، يعني احنا هتلاقي دايما عندنا في البطوله هتلاقي اللي لابس جلابيه، اللي لابس قميص، الست، السيده، فكل فئات المجتمع دي. الميزه انت لو شفت عندنا البطولات هتلاقي كل فئات مواصفه كلها بشكل كامل موجوده في الملعب، موجوده في البطولات دي كلها. فدي طبعا ده الهدف الاساسي ان الرياضه توصل لكل الناس، وان الرياضه هدف في الجمهوريه الجديده ان كل فئات المجتمع تبتدي تمارسها وتبتدي تشارك. فده هدف طبعا. طيب كلام حلو جدا ومبادره كويسه جدا، انا شايفه توجهات المؤسسات اللي في الدوله المختلفه ان هي تحث على الرياضه دي حقيقه، بس الاقبال مش اسهل حاجه، والفئات العمريه اللي انتوا برضو بتبقوا عايزين توصلوا لها اكيد مش كلها بيبقى نفس التقبل او بنفس الاقبال، يعني استراتيجيز او الخطه الموضوعه عشان اوصل لكل الفئات العمريه رجال وسيدات كمان ايه هي؟ احنا بنعمل حاجه اسمها مراكز تدريب، الفتره الجايه هيبقى عندنا حوالي 16 مركز تدريب بالتعاون مع اداره المنشات الشبابيه في وزاره الشباب والرياضه، ان نبتدي نعمل مراكز تدريب الناس نبتدي يبقى عليها اقبال. احنا طبعا بنعمل حاجه ثانيه كمان، ان احنا قبل البطوله ما بنعملها بننزل في المكان نفسه نبتدي نلف على الناس اللي موجوده كلها، يبقى عندنا في تيم ناخد الادوات بتاعتنا في القهاوي وفي الاماكن دي كلها ونبتدي نوري الناس ازاي تتلعب، ان ايه الغرض من الاتحاد، ايه الهدف من الاتحاد، ايه فكره ان انت توصل منتخب مصر، وبالذات ان الالعاب زي ما بقول لك دي اللعبه الشعبيه الاولى في مصر، يعني الطاوله والضمنه رقم واحد في مصر، فالغرض ان انت ممكن تشوف انت قاعد اهو راجل ممكن توصل تبقى منتخب مصر تلعب في كاس. عندكم كشافين منتشرين في اماكن التجمعات واللي هي اغلبها بتكون مقاهي في الحاله دي عشان يكتشفوا الناس اللي هم لعيبه وحريفه في الدومنة. بالظبط كده، فده احنا شغالين على الخطه دي اوريدي، ده غير ان احنا في خطه ثانيه ان احنا نبتدي نعلم الناس ان في اقبال على الالعاب دي، يعني في ناس كتير عاوزه تتعلمها،
فاحنا بنبتدي المراكز التدريبيه هتفيد ان انت الناس دي كلها تتعلم الالعاب دي كلها وتبتدي تمارسها بشكل بس انت سهلت ان انت سهل ان انت تلوكيت الاماكن اللي فيها ناس مناسبين لرياضات معينه من الموجوده تحت مظله الاتحاد بالزبط. يعني انت عندك المحافظات الساحليه هتلاقي فيها لعيبه راكت ينهوند على اعلى مستوى بالظبط. عشان كده احنا في الفتره اللي فاتت احنا الاتحاد مش مركزي، يعني دايما الدكتور اشرف صبحي بيقول لنا انتشروا في مصر كلها، فانت هتلاحظ ان احنا عملنا بطولات في تقريبا في حوالي 12 محافظه، احنا واحنا مرسى مطروح واحنا العريش واحنا اسكندريه واحنا سوهاج واحنا اسيوط، الفتره الجايه ان شاء الله هيكون في اسوان واحنا البحيره. فاحنا دايما بنروح يعني احنا دايما خطتنا ان انت تروح للناس تبتدي تعرفهم بالنشاط تبتدي توريهم القصه، فالناس الحمد لله في اقبال وفي يعني ناس متفهمه جدا للقصه دي. جميل. طب هو الاتحاد دلوقتي اتحاد الالعاب الترفيهيه بيضم كام لعبه؟ يعني الدومينو وايه تاني؟ الدومينو والطاوله والفوت فولي والراكت والكورف بول والهيومن فوتبول، دي الالعاب دلوقتي الموجوده في حاجه هتنضم طيب في والله بص احنا الاتحاد بابه مفتوح، احنا دايما العابنا بنركز ان يكون ليها اتحادات دوليه قوانين دوليه عشان يبقى ليها نقدر نرجع لها، وان دايما يبقى فيها دمج مجتمعي، يعني اي حد يقدر يمارسها، راجل ست مفيش اتحاد هتلاقي ان ممكن راجل يلعب قصاد ست قليله جدا او مفيش تقريبا غير احنا الحمد لله الاتحاد الوحيد اللي عندنا في كل الالعاب، يعني الراكت هتلاقي راجل مع ست بيلعبوا قدام راجل وست، الطاوله راجل قصاد ست، الدومينو راجل قصاد ست. الالعاب المتعتمد على القوه العقليه ما اعتقدش بالزبط. فيها مشكله وحتى يعني. الحركيه يعني مثلا الراكت مثلا لعبه رياضيه لا بيلعبوا راجل قصاد ست، الكورف بول راجل قصاد ست، الفوت فولي نفس القصه. حضرتك كلمتنا من شويه عن شارعك ملعبك تمام، في مبادره ثانيه برضو كنتوا مشاركين فيها سيف او شباب. بيها اللي هي احنا كنا مسكنا سيف شباب. دي كانت عباره عن ايه وفعاليتها كانت دي كان الغرض منها ان انت بتروح في الصيف طبعا الناس كلها بتبقى موجوده في الاماكن الساحليه، فالغرض منها ان انت تبتدي تروح للناس دي في الاماكن الساحليه وتجذب الناس اللي على الشط ان هم يمارسوا الرياضات بتاعتك. فاحنا نزلنا عملتوا ده ازاي بقى؟ نزلنا في اسكندريه مثلا نزلنا بوفياج مثلا شط اسكندريه نزلنا قبلها بكام باسبوع مثلا كان عندنا تيم طلع عرف الناس الموجودين المصطفين على النشاط الانشطه بتاعتنا، نزلنا يوم قعدنا يومين تقريبا في اسكندريه او ثلاث ايام. ورد فعل المصطفين كان عامل والله كان اقبال رهيب، يعني انا بصراحه نفسي اتفاجئت الناس كلها حتى الناس اللي ما بتمارس دخلت جربت، يعني في ناس وستات ورجاله كله قال لك لا نخش نجرب كل الالعاب اللي جرب طاوله، احنا بنحط دايما الالعاب بتاعتنا كلها في الحاجات المبادرات اللي زي كده اساس ان انت عاوز تلعب طاوله تلعب، عاوز تلعب دومنا تلعب، عاوز تلعب فوت فولي بتلعب، كوره قدم تلعب، عاوز تلعب كورف بول تلعب، عاوز تلعب باكيت تلعب. فدي كان الحمد لله كان اقبال كبير جدا. حلو. طيب دلوقتي يعني الاتحاد المصري للالعاب الترفيهيه معلش نعرف عنه اكتر، هو تحديدا بقاله كام سنه وفكره ان انت تروح برضو تقنع وزاره الشباب والرياضه وان يبقى في دعم كمان من دكتور اشرف صبحي ده مش سهل اكيد صح. اقنعته بشكل ما، وهل حضرتك كان ليك باك جراوند ليه علاقه بالالعاب دي ولا يعني او طبعا بمارسها زي كل المصريين طبعا لا واحنا قاعدين كده في رمضان في البتاع بالظبط طبعا غير انا كنت بلعب اصلا كره قدم في نادي الصيد لحد 20 سنه نادي الصيد اللي في الدقي طبعا دكتور اشرف صبحي فاتح مكتب لكل الناس، اهم حاجه ان انت تدي له الفكره تكون مخطط لها صح وحاطط لها بلان صح، هو بالعكس بيساعدك وبيساندك بشكل كبير جدا وبقوه جدا. احنا بعدنا عليه الفكره بالعكس، يعني سبب تسميه الاسم اصلا دكتور اشرف صبحي هو اللي اختار الاسم ده وقال لنا ده هيجذب الناس يعني اكتشفنا هو اي ترفيه بيجذب بالظبط انت بس قول ترفيه فدكتور اشرف صبحي بالعكس داعم جدا للاتحاد لان انت زي ما قلت ان الاتحاد انت بتوصل لفئات اصلا كانت بعيده عن الرياضه او كانت بعيده عن المنظومه الرياضيه كلها. بس هو ملابسات وكواليس التاسيس نفسها كانت عامله ازاي؟ فكره ان انتوا تاخدوا قرار ان احنا لا ناسس بقى اتحاد يبقى مظله تحتها مجموعه معينه من الالعاب الترفيهيه. هي قصه اصلا جت ان انا يعني اكتشفت ان في انا كنت بسافر في كذا فتره يعني اكتشفت ان في اتحادات دوليه للطاوله والدومنا والفوت فولي ولسه مش موجوده في مصر. فاجتمعت وكان معايا مجلس اداره يعني من الناس اللي حابه الرياضه وحابه يعني لسه بقيتنا في الطاوله؟ احنا كاس عالم عاوز اقول لك رقم 20 ينفع كده ينفع لا ما ينفعش والله عاوز اقول لك ان انجلترا واوكرانيا سابقنا في الطاوله اصلا اوكي وامريكا في الدومنا والله ازاي ما شفتش احنا كنا فاكرين كده والله تبدا خدها على كرامتنا احنا الطاوله طب معلش هم اخدوها مننا هي اصل الطاوله اصل عربي يعني واخدوها مننا وهم طوروا بيلعبوا فيها يعني الطاوله اتعمل 18 بطوله عالم لحد دلوقتي الدومنا اتعمل 19 بطوله عالم واحنا على مستوى العالم بقى وضعنا ايه احنا اخر بطوله شاركنا فيها يعني حققنا مراكز في المية الاوائل في لعيبه عندنا حققت في المية الاوائل ان شاء الله السنه الفتره الجايه عندنا في بطوله في تركيا في شهر واحد المنتخب هيشارك فيها وعندنا امل ان احنا ناخدها يعني ان شاء الله في الطاوله هو بشكل عام يعني في كام اتحاد يعني زي الاتحاد المصري للالعاب الترفيهيه في كام اتحاد اخر موازي ليه في الدول اللي حواليه احنا عندنا في يعني في عندنا حوالي تقريبا مينيمم تقريبا حاجه و50 اتحاد
من حاجة و50 لحاجة و60 اتحاد. وبيشملوا نفس الرياضات. نفس في ألعاب يعني يعني هي بفوق الزمن في ألعاب نفس الرياضات وفي اتحادات منفصلة لوحدها. بس في لعبتين إن شاء الله مرشحين يخشوا أولمبياد 2028 الدومنة والكولف بول. أوكي. احنا بنتفرج طبعا على يعني لقطات دي مبادره السيف شبابنا ده في اسكندريه كان في اسكندريه استانلي كانت في البوفيج اوكي في البوفيج حلو يعني المكان حلو قوي كمان اختيار المكان ده يعني رائع بصراحه. طب ايه الصعوبات اللي بتواجهكم في تنفيذ الخطه اللي انتم مجهزينها للسنوات اللي جايه؟ احنا هي الصعوبات شويه ان انت في ناس ما بتبقاش متقبله قصه اول حاجه ان انت مثلا التدخين دي بتبقى صعبه شويه الناس انت عارف تبتدي تقصب عليهم ان انت لا ما تدخنش. طبعا بيبقى في احداث ساعات خارجه عن ارادتنا ما تدخنش ان جنرال ولا ما تدخنش في طول ما البطوله شغاله ما تدخنش وقت الفعاليات ما بتشوفش وعايز كمان يدخن وقت الفعاليات بعد بالدومينو والشيشه عشان يعرف يقرص او طاوله هيقرص ازاي من غير ما طبعا. بس دي يعني دي تقريبا السلبيات احنا تقريبا ما فيش الحمد لله الدوله بتساعدنا بشكل كبير جدا يعني احنا عملنا بطوله في العبيش كانت اول بطوله رسميه تتعمل تقريبا من 20 سنه وكان فيها الميزه ان كان فيها دمج ما بين المحافظات يعني احنا جايبين 200 لعيب من المحافظات المختلفه و200 لعيب من العبيش. طب وانتوا بتدعوا او بتنشروا الالعاب الترفيهيه دي في محافظات مختلفه ممكن يبقى من ضمن ردود الافعال اللي ممكن توصل لكم من قبل الاهالي تحديدا الاب او الام اللي ابنهم جاي يقول لهم مثلا عايز ادخل العب طاوله تمام فهم بالنسبه له يعني بالنسبه لهم يعني طب دي مش رياضه بالنسبه لكتير من الاهالي كثقافه مجتمعيه في حاجات مش متصنفه رياضه على فكره والشطرنج شخصيا في ناس شايفه ان هي مش رياضه طالما مش حاجه بدنيه مش بيعترفوا قوي بالرياضات الذهنيه فممكن اباء وامهات يوجهوا اطفالهم ان هم يمارسوا الرياضه بشكلها الكلاسيكي المتعارف عليه من غير ما يلعبوا الالعاب الترفيهيه دي. احنا طبعا ضوء الاعلام مهم معانا بالفتره اللي فاتت دي ان كان في تسليط ضوء كبير على الاتحاد وعلى الانشطه بتاعته وبالذات ان الطاوله اصلا ان انت لو بابا عاملين لها كتب يعني الطاوله والضمنه ليها كتب وايه تستفيد منها ازاي والخطط بتاعتها يعني ليها علم كبير جدا. الالعاب الثانيه زي الفوت فولي والباكيت طبعا ما فيش مشكله عليها لان الناس دي رياضات اصلا بتمارس بشكل بدني والكورف بول نفس القصه هي الطاوله والضمنه بس انا زي ما قلت لحضرتك احنا شغالين الناس الاهالي دايما بتشوف ابنها مثلا لا ابتدى يبطل تدخين ابتدى الاتحاد مثلا منتشر الكلام ده كله طبعا بيفرق مع الاهالي والاعلام طبعا في تسليط ضوء كبير جدا الفتره اللي فاتت عن الاتحاد هو مؤخرا ابتدينا نسمع اكتر في جوائز في تحفيز في جوائز ايه بقى؟ يعني احنا كان في بطوله كنا عاملينها كانت الجوائز بتاعتها 60,000 جنيه دي كانت في احد المولات ودايما احنا دايما بيبقى في جوائز لا ماديه لا عينيه يعني مين يعني في سبونسرز هم اللي بيبقوا بيجيبوا الجوائز دي ولا مين مسؤول عن الجوائز؟ في سبونسر بيبقى معانا في البطولات في كان فتره فاتت كذا حد سبونسر دخل معانا في الاتحاد والوزاره طبعا بتدعم بشكل كبير كويس ان انتوا لقيتوا سبونسرز لان في اتحادات رياضيه وقديمه قوي وفيها رياضات حتى قتاليه في بعض مش لاقيين حد يدعمها ما انت عشان انت برضه في الاول في اخر الاتحاد بتاعك انت بتروح للناس انت بتروح لاماكن تجمعات الناس انت الاتحاد بيضم كل فئات المجتمع انت كسبونسر هتلاقي انت معظم التكلفه بتروح في بند الأدوات. التنفيذ والادوات لان انتوا برضه معظم الرياضات دي مش محتاجه تكلفه قوي يعني. لا في حكام انت النهارده بتشتغل على حكام انت عندك 300 حكم في الاتحاد النهارده معتمدين في الاتحادات الدوليه فده برضه كوست عليك التجهيزات نفسها دلوقتي بقت كوست كبير جدا على ان انت تاخد مكان قاعه الحاجات دي كلها طبعا بس ممكن تمشي باتفاقيات مع المكان ما هي بقى بتحاول يعني انت بتحاول تمشيها كده انت تحاول تمشيها باتفاقات مع الناس كلها بس انت دايما السبونسر بيبص ان انت عندك في البطوله هيخش عليها راجل الكبير الصغير الست موجوده ذوي الهمم موجودين بيلعبوا في نفس الوقت فانت ضامن فئات المجتمع كلها فاي سبونسر هيلاقي احسن من كده هو جايب صحيح الشرايح كلها. طيب هل مثلا يعني بتشوفوا ان ده فير لان ممكن الناس تيجي تقول لك يعني انت تلعب راجل عنده مثلا 70 سنه مع ولد عنده 20 30 سنه مش فير في بعض الالعاب هل ده الكلام ده بيحصل ولا انتم مالهاش علاقه الاعمار السنيه تماما؟ لا في العاب في اعمار سنيه يعني الالعاب البدنيه طبعا عاملين لها اعمار صناعيه زي باكيت زي الفوت فولي زي كوف بول يبقى ليها اعمار سنيه منفصله خالص في بطوله رواد رجال سيدات ناشئين ناشئات بواعم دي كلها ليها لوحدها الطاوله والضمنه طبعا لا مش فارقه مش فارقه كده كله بيلعب مع لا برضه ازاي مش فارقه يعني الراجل اللي عنده 50 60 سنه على القهوه بيلعب دومنه بيلعب وهو مغمض عينيه ومش زي برضه الشاب الصغير والله عاوز اقول لك حاجه احنا هتلاقي الاول عندنا تقريبا نسبه مثلا 30% من 40% منهم شباب يعني مثلا الثالث على الجمعيه الناس ما عدتش الالعاب دي بالمناسبه بتمارسها بشكل كبير جدا
يعني دايما انت تنزل على القهوه الشباب من اول 14 سنه 15 سنه يبتدي يلعب مع اصحابه دوما، وبالذات ان طبعا دلوقتي كمان ان بيلعبوا ساعات الكتروني على الالعاب دي كلها. فطبعا كل ده طبعا خلى الناس بالعكس عندها باك جراوند كبير جدا. هو عموما اكبر انجاز اتحقق في الاتحاد لغايه النهارده في اي لعبه منهم على المستوى العالمي كانت ايه؟ هي كانت الضمنه. كانت الضمنه احسن ترتيب توصلنا له من ضمن المائة الاوائل. بس ان شاء الله خطتنا السنه الجايه باذن الله، بالذات ان قاعده المنافسه عندنا زادت الفتره اللي فاتت، ان احنا نبتدي نوصل ناخد بطوله عالم باذن الله. هل اللي هم ستات البيوت وصلت لهم شاركوا في حاجات زي كده؟ خلي بالك في فئه كبيره من السيدات دول ممكن يكونوا كانوا بيشتغلوا بطلوا شغل او كبروا في السن او غيره، ما عندهمش حاجه قوي في حياتهم تشغلهم، فدي ممكن تبقى يعني نقطه كويسه. احنا عندنا الخامس على الجمهوريه سيده ربه منزل، وعندنا في الطاوله، وعندنا السادس والسابع في الضمنه ربه منزل. فلعب حقيقي النقطه اللي بتتكلم عليها فعلا مهمه ليه، لان كمان حتى منهم اللي بيفكر يلعب يمارس رياضه ممكن ما تبقاش متاحه ليه قوي يلعب رياضات اللي هي العاديه التقليديه، فدي مقدور عليها، فهو ده عنصر جذب ليهم فعلا. بالظبط. واحنا كمان ان انت ميزه ممكن اعمل لك مثلا بطوله ضمنه وبطوله فوت فولي للاطفال يلعبوا في نفس الوقت. أوكي. في بطوله باكيت مثلا في نفس الوقت، فانت هيبقى عندك فرصه انت تمارس رياضه واولادك بيمارسوا رياضه في نفس المكان في نفس الاريا، فده اللي احنا بنهدف ليه دايما. عارف لو عملتوا بقى كومبيتيشن يعني مسابقه مره زوج وزوجه مثلا، يعني يبقى ده يعني اعتقد هتبقى لذيذه. احنا عملنا واحده فوت فاميلي، فوت فولي فاميلي مثلاً. يعني ولي الامر وابنه، وليت الام مثلا وبنتها او العكس، يعني ايا كان كان ميكسات، وكانت كويسه جدا، كانت في رمضان، كانت علاقه اجباريه. حضرتك نورتنا وشرفتنا وبتمنى لك يعني كل النجاح ان شاء الله الفتره اللي جايه. شكرا لك جدا وسعيد جدا متواجد على القناه. واحنا كمان، وان شاء الله لو في فعاليه اخرى يعني سواء في اسكندريه او غيره ممكن نبقى نيجي ككاميرا 10 الصبح. خلاص ده وعد كده خلاص. ولو يا ريت لو في اسكندريه يعني. خلاص طب تيجي تلعبوا بقى كمان لو سمعنا. احلى سفر بالمره. احنا عندنا واحده ان شاء الله فعاليه ان شاء الله الفتره الجايه في اسكندريه يوم 25/11، شرفونا بقى وتلعبوا. لو متواجدين في مصر اكيد والله ممكن جدا. شكرك جدا يا استاذ احمد حقيقي مع مباراه الاهلي وسان داونز او اكيد المنتخب والكره العالميه. خلينا نرحب بالاستاذ شادي محمد الناقد الرياضي. صباح الهنا. يا صباح الفل. كان نفسنا نقول صباح النصر طبعا. ان شاء الله يوم ملحوقه ملحوقه ان شاء الله يوم الخميس. صباح الفل على حضرتك ومنورنا كالعاده. قبل ما نتكلم عن اللي جاي بطبيعه الحال لازم نقف شويه عند اللي فات، واللي فات من وجهه نظر ناس كتير تابعوا الماتش، وانا بكلمك على الماتش امبارح تحديدا، ما يسرش. كيف رأيت مباراة الأمس؟ طيب لو هنتكلم على اللقاء وأحداثه وسيره اللي فيه كذا نقطة لازم نحطها في عين الاعتبار. أولاً جو الماتش نفسه فيه مشكلة، فكرة إن أنت داخل بيصدر لك إن أنت تلعب الساعة 3، ودي كانت مشكلة كبيرة جدا. اللاعب المصري في أفريقيا عموماً اللي هو يلعب الساعة 3 في أجواء أفريقيا دي أزمة نفسية مش بدنية ولا أي حاجة تانية. زائد طبعاً موضوع الطقس الأكسجين يبقى قليل جدا، لازم الموضوع ده مش بسيط ولا سهل. فكرة الأكسجين في جنوب أفريقيا بيبقى في أزمة كبيرة جدا بتأثر اللاعب المصري في فكرة اللياقة وأدائه. في ناس بتقتنع بجدوى الكلام ده، وفي ناس تانية بتقول يا عم عشان أنتم ما حققتوش المطلوب فبتدوروا على شماعات. لا، ما فيش شماعات، الماتش لسه في شوط تاني. احنا بنقول شماعات، احنا بنقول ليه؟ أسباب، في عوامل أدت لده. زي طبعا التحكيم برضه ما كانش جيد، أنا مش عارف مين الحكم ده، أنا شايف هو جاي مجاملة لكوفي كوجا. شايف كمان إن الأهلي اتظلم. ليه موضوع الفار ده في مشكلة مع الأهلي بالذات؟ بدليل إن مستر كولر هو علق على الموضوع ده امبارح في المؤتمر الصحفي بعد المباراة. الراجل قال لك ليه اشمعنى الأهلي دايما بيتظلم في موضوع الفار ده؟ زائد طبعا في عامل نفسي كبير جدا، لعبت الاهلي مع سان داونز او الموضوع كبر بشكل انا مش فاهم ليه. انا بالعكس، انا شايف ان انا لما بلعب سان داونز انا ببقى متفائل كناقد رياضي او مشجع، ببقى متفائل جدا. انا لما بلعب سان داونز بكسب انا باخد البطوله بعديه، فخلاص يعني انا الموضوع بالنسبه لي. بس ماتش 5-2 واقف بالعرض و5-1 و5 اي 5 مش هتفرق معايا دلوقتي، انا بتكلم في البطوله. في النهايه ده مش كانش ماتش اقصائي ليا، ده الماتش اللي فات كان في دوري المجموعات لسه. خلاص انا عديت المرحله دي وقدرت اخد البطوله، هو بره
هم نفسهم يعني طلعوا بعد صعود الاهلي او احراز اللقب قال لك احنا اللي عملنا في نفسنا كده ان احنا ما طلعش الاهلي بره، بغض النظر عن فكره اطلع الاهلي بره البطوله كانت ازاي، بس انا بالنسبه لهم انا الحلم بتاعهم، انا دايما انا الاهلي هو الحلم بتاع صن داونز بمسؤوليه كلهم، ان هو ازاي يكسوا الاهلي او ازاي يكسبوا الاهلي ان هو البطل. خلينا نتفق اتفاق تاني برضو او اكمل العوامل، ان صن داونز فرقة قوية جدا جدا جدا، من افضل الفرق وليس الافضل، من افضل الفرق في افريقيا اللي بتلعب كورة او بتعرف تطلع بالكورة من جونها لغاية مرمى الخصم وتبتدي تلعب لعب محترم. فيعني في النهاية انا بقول ان في عوامل، اجي بقى انا ارجع للعامل الاساسي ان في عدم توفيق لبعض لاعبي الاهلي. كان يعني في سير احداث اللقاء مش دي مستويات لعيبة الاهلي، يعني في اول 10 دقائق احنا لعبنا كويس جدا او بالشكل المطلوب او كان يعملوا مستر كورر. رضا سليم عمل كذا كوره، كنا ماسكين تلت الهجوم بشكل او باخر في اول 10 دقائق، بعد كده في تراجع غريب حصل وسيبنا الكوره بشكل غريب، واكيد كان مش ده كان طلب مستر كولر. هو الراجل كان يامل ان يبقى في تحفظ دفاعي، بلعب بحذر، يمكن دي المباراه الوحيده اللي انا كنت متخيل ومتاكد ان الاهلي هيبقى شكله مش اللي انا اتمناه هجوميا، بس مش بالشكل ده. الراجل برده كان حتى غضبان جدا على الخط، وكان دايما بيعنف اللعيبه ان في حاجه ناقصه ما بيعملوهاش. يعني ايه الفكره؟ طبعا انا متحفظ وبلعب بخطه معينه، ان انا بحاول اشوف. بص خلينا نتفق ان صن داونز عنده مشكله كبيره جدا ان هي بين الخطوط. يعني انا لما احب اكسب صن داونز انا العبه بين الخطوط، ماشي؟ هما متميزين جدا فكره الطلوع بالكوره. يعني انا 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 كاهلي اقوى منهم في كذا حاجه، ممكن اتكلم في خبرات، عامل الخبرات، عندي مهارات فرديه قويه جدا جدا جدا. انا امبارح لو كنا يعني وفي حد جنب رضا سليم كان كنا نقدر نوصل، لان الراجل جاب فاولين في منطقه خطر، ما فيش يعني رفيه هيدرز كويس، وفي هجمه كويسه كانت مهمه جدا لمحمد منعم لو كان اعتنى بيها او ما تخش هو اوفسايد. انا اعتقد هو كان متخيل هو نفسه اوفسايد، ما اهتمش بيها بالشكل اللازم، كان ممكن الماتش يتغير نتيجته في الاخر. ارجع اقول لك ان احنا الماتش في المتناول. طيب ليه في المتناول بقى؟ كل الناس بتتكلم والاعلام بيصدر فكره ان صن داونز بره ارضه افضل من جوه ارضه. هقول لك صح، هقول لك انا مقتنع جدا ان هو بيلعب بره زي جوه، لكن انا كان عندي مشكله كبيره جدا ان انا جوه ارضي اقوى من بره ارضي، لان انا بلعب صن داونز بعامل نفسي معين او بفكره نفس او بصوره ذهنيه معينه. لكن انا هنا في وسط جماهيري الوضع هيختلف جدا، واضرب في 2 و3 مستوى الاهلي ده ولاعيبه الاهلي هيبقى مختلف جدا في اللقاء الاياب يوم الاربعاء ان شاء الله. هو المستوى هو المشكله فيه ولا طريقه اللعب؟ يعني انا هناك كنت بدافع اكتر عشان مش عايز اخسر، بس انا هنا هلعب جيم مفتوح، وبالتالي صن داونز هيلعب جيم مفتوح لان صن داونز عايز يكسب، فهو مش فارق معاه حاجه، ما عندوش حاجه يخسرها زي ما كنا بنقول. فهو الماتش هيبقى اقوى، الماتش هيبقى فيه صعوبه اكتر، وفي فرصه ان يتم احراز جول فيك اكبر بكتير، ودي تبقى مصيبه لا قدر الله لو حصل على ارضك. فالقصه كلها لما تيجي تبص لها استاذ شادي، لا هي صعبه حتى لو على ارضك، حتى لو بين جماهيرك، بس المباراه صعبه. وكولر ما اعتقدش ان هو هيلعب جيم مقفول على ارضه، ده هيبقى حتى في غضب للجماهير، وان كان ده الطريق الاسلم انك تصعد، بس هتبقى صعبه، صعبه انك تلعب جيم مقفول. وهنرجع نقول خلينا متفقين صن داونز هيلعب على الفوز. طبعا هيلعب على الفوز، ومش هيلعب على الفوز بس، ده هيلعب ان انا اجيب جون كمان. طب يحرز هدفنا. بس انا خليني اقول لك ان انا هرجع ببعض اللعيبه في اماكن زي امام عاشور، وده مهم جدا، لان امام عاشور لو كان موجود في المباراه بتاعه الذهاب كان هيعمل بدور مميز قوي، لو يقدر يطلع بالكوره ويوصل. طب وانا كان ناقصني الحته دي. فلو امام عاشور موجود ان شاء الله ماتش الاياب هيفرق كتير، زائد طبعا عوده الكهرباء. كهربا برضو هو هداف الفريق دلوقتي. طب انا يعني اهم 2 لعيبه مش موجودين، دول هيفرقوا معايا في الماتش يوم الاربعاء. بس عبد المنعم مثلا كان موجود، وعبد المنعم وجوده مهم جدا، بس ما كانش الافضل. هو يعني وده غريب، يعني انا هقول لك عبد المنعم يعني وجوده لازم بيفرق، بس ايه اللي حصل ما تبقاش فاهم. يوم الماتش في كوره لو حضرتك خدت بالك منها، منعم حب يشتتها او يبصيها، شدها بطريقه غريبه جدا. انا اول مره اشوف محمد منعم يعمل كده. فده يقول لك قد ايه الضغط النفسي اللي موجود على اللعيبه دي بيخليه ياثر على مستوياتهم في الملعب.
فعشان كده انا متفائل خير ان ماتش الاياب هيبقى مختلف خالص، ان دفعه الجماهير واعتقد ان شاء الله هيبقى الاستاد مليان، ودايما الاهلي في ماتش العوده مع صن داونز بيعمل مباراه كبيره تليق بيه، والفكره كلها يعني النتيجه في المتناول، وان شاء الله نعمل ماتش كويس جدا وعوده كمان حسين شحات. طب حضرتك كنت في مجمل اجابتك على سؤال من الاسئله اللي فاتت كنت بتقول ما معناه ان انت شفت من النادي الاهلي في الماتش بتاع امبارح اداء ما تعتقدش انه اللي انت شفته ده بناء على توجيهات مستر كولر. هل معنى كلام حضرتك ان اللعيبه ما نفذتش تعليماته كما ينبغي فبالتالي نتج عن ده المشهد العام اللي احنا شفناه؟ طيب ولا انا فهمت غلط كلامك؟ لا انا هقول لحضرتك الفرق، بس اللي انا اقصده ايه، في طريقه دي بتاعت مستر كولر طريقه اللعب، اما تنفيذ الطريقه دي بتاعت اللاعبين. طيب هل اللاعبين ادوا المطلوب؟ تحركات صلاح محسن كانت المرجوه منه، انا ما شفت صلاح محسن خالص في الملعب، ما شفتش يعني في بعض المشاهد او اللقطات تبين لك ان اللعيبه في حاجه غلط، يعني زي تشتيت عبد المنعم، في الباص بتاع صلاح محسن كان في هجمه مرتده بدل ما يباصيها قدام الطاهر راح باصيها وراء ضيع الهجمه، وغيره كتير ما اقدرش اعدد كل المشاهد دي، بس في النهايه ان فيه كان في حاجه غلط اعتقد. هو كم الهجمات اللي كانت لينا واتقطعت ده تقصير من لعبتنا ولا اجاده من لعيبه سان داونز؟ هو اللعيبه نازله، لا احنا اللعيبه نازله حاطه في دماغها احنا مش عايزين يجي فينا جون عشان ما نعيش السيناريو السيء، وده غير يعني مش سليم خالص. انت الاهلي برضه في النهايه انت اقوى فرقه في القاره، انت لعبت قدام ريال مدريد ماتش اقوى من ده بكتير، وفرق مستوى رهيب بين ريال مدريد وصن داونز، فلا الموضوع كان محتاج عامل اللعب العامل النفسي شويه للعيبه، واعتقد ان ده هيتم تداركه في الماتش المباراه اللي جايه من الدكتور النفسي الفريق ومن مستر كولر ان هم يقدروا يعالجوا الحته دي، وان شاء الله هيبقى في نتيجه ايجابيه. قبل ما نروح فاصل الاذان بس عندي سؤال، انا بحب اتابع اللي بيتقال، البعض كان بيشوف ان الجول اللي حصل فينا ده السبب فيه شناوي. هل الكلام ده من وجهه نظرك مظبوط ولا شناوي لا يحاسب على جول زي ده؟ هو المنظومه الدفاعيه كلها تحاسب. المنظومه الدفاعيه انا فكره ان كره مروان عطيه يبصيها بالشكل ده في المكان ده بالظبط، وبعد كده شاطع شناوي من المسافه دي 30 متر تقريبا، وبعدين في التراي شناوي ما مدش ايده، كلنا مستغربين ليه ما مدش ايدك في المتناول، فانا كله يعني هو طبعا عشان ياخد جزء كبير عليه لان هو في الاخر صمم او الفرصه الاخيره للدفاع عن مرمى الاهلي. يعني في اهداف بتحصل او بيحرزها المنافس فينا بنقول الشناوي ملوش علاقه، بس ده مسؤول عنه بنسبه كبيره. صحيح وفي النهايه الشناوي والدفاع بتاعه. صحيح وفي النهايه برضه ارجع اقول لك ان الشناوي شال برضه فرصتين مهمين امبارح، جونين محققين يعني لصن داونز. طب احنا عايزين بس نستاذنك نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام. طبعا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، لسه حوارنا مستمر وعايزين نقف عند تفصيله كده اتكررت كذا مره في الفتره الاخيره وتحديدا في الماتشين اللي فاتوا بتوع سيمبا وفي ماتش امبارح كمان. في ناس علقت على التغييرات اللي عملها كولر، وفي ناس علقت على يعني التغييرات اللي ما عملهاش كولر. تعرف طبعا كل واحد من الجمهور بيبقى في دماغه تغييرات معينه وشايف ان اللعيب الفلاني لازم ينزل في الوقت العلاني الى اخره. ففكره التغييرات عموما هي مسار لانتقادات لكولر في الفتره الاخيره. تقول ايه في الحكايه دي؟ هو صاحب القرار مش احنا، ده اول حاجه. ثانيا هو اللي بيتحاسب على كل حاجه. ثالثا والاهم ان انا ممكن ما اعملش تغييرات خالص، وفي كتير امثله كتير قوي جوارديولا وغيره وغيره حسب سير اللقاء، هو شايف حاجه في الملعب انا ما اقدرش احكم عليها كجمهور وانا قاعد قدام الشاشه، في رؤيه الملعب غير، زائد كمان هو على الخط حاجه تانية مختلفه خالص، هو عارف اللعيبه اللي قدامه حالتهم النفسيه ايه، البدنيه ايه، حاله المنافس ايه، اقدر اغير امتى ما اغيرش. طبعا في اخطاء ممكن تحصل ونشير ليها، لكن في النهايه هو صاحب القرار، انا ما اقدرش ان انا يعني يعني في الاخر هو اللي بيتحاسب مش انا. فبس طبعا في اخطاء ممكن نتكلم فيها، مثلا تاخير مثلا مهاجم، مش بتكلم على الكره بشكل خاص، انا بتكلم في المطلق ان لا ممكن نتكلم تغيير معين في الحته الفلانيه، رؤيه معينه، وفي الاخر انا الكره مش زي زمان ان في مدرب واحد صاحب القرار بيبقى معاه تيم، كل مدرب معاه تيم كامل
بياخد رايه ومحلل اداء وبيشوف مين اللي قصر في حته فلانيه ومساعدين وغيره وغيره. فلا الموضوع مش زي الاول برده، اكيد في رؤيه معينه للكولر في الموضوع ده. طيب خلينا نتكلم دلوقتي، يعني انا مش عايزه برده اتكلم على السلبيات قوي، مش عايزه اروح اتكلم على الساعه 3 العصر، ومش عايزه اتكلم عن التحكيم لان ده ملف يعني للاسف مستمر معنا فترات طويله، ومش عايزه التفت للمزايدات اللي البعض بيطلع يتكلم فيها لما تيجي بعد كده تتكلم في مباراه وحد يقول لك انتوا طالعين تزعقوا ولا طالعين تعملوا. كل واحد حر على فكره من اللي هو عايزه بالمناسبه، بس مش دي كلمتي. القصه كلها ان احنا لما بنيجي نغضب بنغضب علشان انت بتحب حاجه معينه، انت عندك غيره على الكيان اللي انت بتحبه طبعا. انت قابل ده مش قابله دي حاجه ترجع لك طبعا. بس احنا بنتكلم من منطلق انا فنيا انا اقدر اكون افضل من ده بكتير، انا صحيح. نفسيا افروض كولر حطيني كلاعب حته تانية تماما، فكل العوامل موجوده وشفناها من بدايه الموسم كمان مع كولر، مش هذا الموسم صحيح. فقط منذ قدوم كولر على فريق النادي الاهلي. فاللي احنا بنتكلم فيه اللي هو انا عايز اطمن على اللي جاي، مش بس مباراه يوم الاربع وان انا افوز، انا عايز اطمن على اللي جاي، انا عايز افوز واشوف النادي الاهلي اللي يقدر يعمل ده بالمناسبه بيفوز من الشوط الاول والكوره بتاعته سهله والاجوال بتبقى مظبوطه واللمسات الاخيره مش بتروح مني والميس باس بيقل، يعني كل الكلام ده انا منتظره من النادي الاهلي لان هو ده النادي الاهلي اللي انا اعرفه. فهي دي النقطه، انا كجمهور خايف على اللي جاي، مش قصه بس سان داونز ذهابا وايابا وشوط اول وشوط ثاني، يعني عايزين نركز على النقطه دي. حضرتك بتتكلمي تقولي ان هو مش قصه نتيجه مباراه، عن كمان الاداء بشكل عام 100%. هو اللي هو ممكن يكون في مثلا تذبذب او شكل مش اللي يرضي الجميع. انا معاكي بطبع، مش بس مش بترضي الجميع، دي بتجن الجماهير في كتير. صحيح. يعني ممكن نتغاضى عن النتيجه حتى في حال خساره لو الاداء كان مرضي، ما بنوقفش عند الخساره. لا خصوصا جمهور الاهلي، جمهور الاهلي صعبه جدا جدا، من اصعب جماهير العالم، يعني ما يقبلوش ممكن النتيجه تبقى مكسب للاهلي، ما يهموش النتيجه قد ما يهمه الاداء. الاداء لو مقنع خلاص، يعني الجمهور الاهلي بيهمه الاداء والنتيجه، يعني ما ينفعش حاجه الاثنين دول حاجه بينهم تبقاش موجوده. فلا انا طبعا متفق جدا مع حضرتك، فعلا الاهلي فيه شويه امور عايزه تظبيط شويه، بعض الخطوط. بس ارجع اقول لك برضو الاصابات فيها مشكله كبيره، ان انا كل ما احاول اظبط خط الدفاع وثنائيه محمد عبد المنعم وياسر يروح مصاب حد فيهم او ياسر يصاب، باجي خط الوسط اظبط مثلا بامام ومروان ووات ايفر الاسامي عموما، مش عايز اذكر الاسامي عشان ما تخش ان انا بفرط راي على حد، يقع لعيب او يصاب لعيب فابتدي ابدا من جديد. المفروض ان انت عندك سكواد واثنين وتقريبا ثلاثه وكلهم بنفس الجاهزيه. صحيح صحيح. انت وفرصه الاصابات كبيره لان كم البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي هو كمان كبير. ايوه بس انت عندك نواقص لسه في بعض الخطوط، انت محتاج تدعم في يناير بشكل معين في بعض الخطوط بشكل قوي، لان انت داخل كميه بطولات. احنا يعني في حلقه قبل كده كنا بنتكلم الاهلي يعني تقريبا اللعيب اللي بيلعب في الاهلي هيلعب حوالي 70 مباراه، مفيش لعيب في العالم هيلعب الرقم ده. فلا انت محتاج برضو بدل تجهز بدنيا ونفسيا وطبيا وطبعا الحمد لله ان الفتره اللي فاتت كولر قدر ينجح في موضوع التدوير ده، بحيث ان الاصابات قلت ما شاء الله، يعني عشان ما نحسدش الموضوع ده، الموضوع خف شويه وبدا بسبب التدوير اللي بيحصل ان الاصابات بقت بشكل ملحوظ مش زي الاول. الاول كنت بتخش فيه فرقه كامله قاعده في المستشفى. فلا الموضوع دلوقتي بقى اخف شويه، وان شاء الله هتظبط مع تدعيمات يناير الدنيا هتبقى احسن بكتير. هي يعني في نهايه الفقره اسف والحلقه كلها، بس عايزين نقول حاجه ولو تتفق معايا فيها برده كريم، القصة كلها ان انا بتكلم في بطولة جديدة مستحدثة، لازم يكون التحفيز قوي، لازم يكون التحفيز موجود، ولازم يكون اللعيبة فاهمة ان انا مش داخل عايز افوز بالبطولة علشان القيمة المادية وخلاص، لان سمعنا حاجات زي كده. نختلف او نتفق مع هذه التصريحات، انا اختلف بصراحة، لكن اتفق في فكرة ان دي بطولة جديدة وانا عايز افوز بيها علشان انا النادي الاهلي وعايز افرح الجماهير بتاعتي، مش داخل علشان حاجة معينة.
ده كلام لا يرد. صحيح صحيح. فربما يكون الحافز الى حد ما كبطوله جديده مش واصله لسه، يعني ما شفناش الصدى بتاعها على الارض، لكن انا اعتقد ان لو ده وصل للعيبه الموضوع هيختلف فنيا بشكل كبير جدا. هيوصل من الاربع بالجمهور، لما يبقى الجمهور موجود في الملعب ويشوف اللعيبه، تشوف الجمهور ده قد ايه يعني محتاج المكسب ده ومحتاج البطوله دي عشان تتكتب على بالظبط في التاريخ ان الاهلي اول نادي يكسب البطوله دي ان شاء الله، هيفرق معاهم باذن الله، هيبقى في نتيجه ايجابيه باذن الله. نتمنى ذلك. اشكرك على وجودك معانا، نورتنا. ربنا يخليك. اشكرك استاذ شادي كالعاده، يعني قراءه ممتعه، وبنشكر حضراتكم. هنقول يعني وإن كان اللي فات مش الأفضل، لكن اللي جاي بإذن الله يقدر يعوض، ويعوض بشكل كبير، لأن كمان النادي الأهلي هو اللي معودنا على كده. يعني ممكن يكون في دروب بيحصل في فترة ما في موسم حتى كامل، لكن بيعوضنا الموسم اللي بعده، بيعوضنا المباراة والبطولة اللي بعدها. كل التوفيق بإذن الله لنادينا، ونشوفكم بكرة إن شاء الله وحلقة جديدة وعشرة الصبح في الأهلي. مع السلامة.